قناه الشروق، نفتتحوا به قناه الشروق تيفي. برنامج صباح شروقي طلع لكم اليوم ككل يوم ثلاثه الاربعاء والخميس، يكون من تقديمي انا زهره وزميلي صلاح الدين واكلي. صباح الخير. صباح النور زهره، صباح الخير لكل المشاهدين اللي اختاروا انهم يبداوا نهارهم مع صباح الشروق. كما قالت زهره، اول برامج صباح الشروق في الشبكه البرامجيه ديالها يبدا من صباح الشروق، يعني منفتح تاع استوديوهات عندنا احنا، ومن بعد نخليهم الالو شاف. تحياتنا لكم مما كنتم، يسعد صباحكم بكل خير. يوم الثلاثاء 6 فبراير، متعودين انه يوم الثلاثاء يكون غني تاري، العديد من المواضيع تكون ونستعرضها واياكم في عندنا النهار اليوم. ما عليكم غير تبقاو معنا حتى العاشره والنصف. نعم، عديد المواضيع منتظرتكم، عديد الفقرات اللي تعودتوا عليها، وايضا فقرات ولا ضيوف راح يطلعوا عليكم نهار اليوم. فبقاو معنا ما تزابيوش، نخليكم مع هذا الفاصل الصغير اوكي ونعاود نرجع. انا هذا الشيء من صوت عملاقتين في الفن الجزائري سمعنا في هذا الصباح، حديث والاغنيه اللي تحكي على الام تخليك تروحي بعيد. خلاص البرنامج تاعنا كيبدا بهذه الطريقه، خلاص طاقه ايجابيه بامتياز. فتحيه لكل الامهات، وتحيه لكل أم راهي تتعب وتسعى في تربية أبنائها، وراهي تدي ليكول وتجيب وتسهر على راحتهم وعلى مرضهم. فتحية ليك، ونقولوا لك كل الحب وكل ورود العالم ليك ولكل ربات البيوت. ربي يحفظ اللي مازالهم على قيد الحياة، ويخليهم دائما تاج فوق راسنا، ويرحم اللي ماتوا غادرونا، ربي يرحمهم إن شاء الله وينور قبرهم. في هذا الصباح نبعث لهم كل الدعاء ديالنا بالمغفرة والرحمة، والطرق على كيفية التعامل مع الصدمات النفسية. حبينا كذلك هذا السؤال نطرحه على المشاهدين ديالنا. نعم. من خلال الاتصالات والأسئلة ديالهم قلنا لهم، وحابين نقول لهم كذلك، وحابين نقول لكم أنكم تقدروا تشاركوا معنا في دور سير هذا البرنامج حتى العاشرة والنصف بالسؤال اللي قلنا لكم. هل انتم مسبق لكم وتعرضتوا لصدمه نفسيه، يعني دخلتوا في صدمه نفسيه؟ والاهم لنا حابين نعرفوه طريقتكم انتم، كيفاش تخلصتوا منها وكيفاش عشتوها؟ نعم، كيفاش نتجاوزوا صح صدماتنا النفسيه، كيفاش نتعاملوا معها؟ كل واحد عنده طريقته الخاصه. يمكن اليوم راح نسمعوا طرق من الشارع الجزائري، وايضا مشاهدينا الكرام كما قال لكم صلاح، من مكالماتكم الهاتفيه كباش نشوفوا اسك طريقه صحيحه اكيد، ونصحوها ايضا مع الاخصائيه، ولا يمكن مدوا افكار للناس اللي راهم يجوزوا بصدمه واللي ما جازوش بصدمه. نقول لكم سلامتكم، وان شاء الله ربي يبعد عليكم مختلف الصدمات. صح، رجب من الاشهر الحرم. ورجب عنده قيمه كبيره وفضل كبير في الدين ديالنا، وفيه واقعه ولا شاهده وقعت للنبي عليه الصلاه والسلام، يعرفها الكبير والصغير، ولكن تفاصيلها والعبر اللي ناخذوها منها الانسان يكبر بها. فاليوم حاضره معنا الاستاذه فريده رحال حتى تنورنا وتعطينا بعض الاضاءه على حادثه الاسراء والمعراج، وش لازم نفهموا منها، وشنو هي العبر اللي لازم نفهموها من هذه الحادثه، نشاهدوها في فقره تطمئن القلوب لنا اليوم. نعم اكيد، تطمئن القلوب راح تكون في هذا الموضوع. ايضا عندنا فقرة أخرى اللي دائما ما نبدلوا بها جو البرنامج، اللي هي فقرة جرين سبيس ولا فقرة تحويسه في الجردان إكرام قراني. إذا تحويسه في الجردان اللي مع إكرام قراني دائما. أنا لو كنت خلوني نسمي الفقرات يو. تجيب لنا نبتة، واليوم اخترنا لكم نبتة إكليل الجبل، كيفاش نزرعوها، كيفاش نعتنيو بها، دائما ما تكون مع إكرام مقراني. ليكزيما تأتوبية، اسمها غريب شوية، ولكن لما نعرفوها ونعرفوا الأعراض تاعها وشنو هي وكيف نعالجوها، تصبح عندنا فكره اوضح باللي نشوفوها في الابناء ديالنا وما نعرفوش باللي هذه هي اكزاكتومون. اليوم حيحضر معنا دكتور في الصيدله حتى يعرفنا بهذا الشيء، ويعطينا بعض الحلول اللي نقدروا نديروها في البيوت ديالنا وتخلي ابنائنا يتخلصوا من هذه المشكله. نعم، وعنا ايضا حاجه لكل يوم ثلاثاء نمضيو به هذا اليوم من خلال هذا الفقره، اللي هي فقره الجمال. اليوم راح يحضر معنا طريقه مكياج المناسبات، هكا باش نستفادوا كامل مع بعضنا وتكون عندنا طريقه باش نماكييو وحدنا. صالح غير معني بهذه الفقره. انا معني بالرياضه حتى الانسان الجسم تاعو يكون كامل، خلي الجمال للنساء. يلا نمارسوا الرياضه مع الكوتش ولي بوشاوي. مشاهدينا الاعزاء، مشاهدينا الاوفياء، القناه الشروق، الحصه صباح الشروق للفقره الرياضيه للكوتش موني البوشاوي. اليوم عندنا برنامج اللي راح نخدموا فيه تمارين تاع لوكيناج، تمارين تقويه عضلات الجسم كامله، تمارين جد بسيطه لكنها جد مفيده، سهله للتطبيق، سهله لانكم باش تتبعوا معايا، ما نسحقوا والو، ما نسحقوش معدات. دائما الكوتش موني وشنو يدير لكم التمارين ولا البرامج اللي تقدروا تخدموهم كاع، يعني باش ما تجيبوناش اعذار تاع ما عنديش ماتريال، ما عنديش ليسباس، ما عنديش وين ندير. تمارين سهله بسيطه لكن جد مفيده في البرنامج تاعنا. اليوم واش نسحقوا؟ نسحقوا طابي، برك انا عندي هنا طابي في الصاله، انتم طابي ولا زربيه ولا سربيته اي حاجه، برك باش ما يكونش الاحتكاك تاعكم مع الارض مباشره، سينو تقدروا تخدموا حتى الارض يعني خارج القاعه الرياضيه ولا خارج المنزل. تمارين نبداو، راح نبداو بالتمرين الاول، تمرين جد بسيط. راح نكون في الوضعيه هذه اللي راكم تشوفوا فيها، راح تكون يدي هنايا يعني المعاكسه تاع الرجل تاعي، نسيت نضع الرجل تاعي هنايا، اليد تاعي لهنايا،
واش ندير؟ نحاول ان نجيب الكوتي عند الجنو. كيفاش في الوضعيه هذه؟ هنا هنايا عفوا هنا نسي نطبع هنا ماكسيموم ونجيب هنايا نسي نجيب نحاول ان نجيب الكود عند الجنو، لكن راح ندير لكم الشرح باش تفهموني احسن واكثر. هنا باش التمرين تاعكم يستهدف بيان العضلات تاع البطن تاعنا ولا لا سونغ ابدومينال، يعني راح نخدموها وراح نقيسوها في التمارين تاع القيناج. لازم كي ندير لو تيراج تاعي هنايا لازم ندير تقوس تاع البطن تاعي هنايا باش تصرى حاله انقباض ولا تقلص في عضلات البطن ديالي. راح ندير الجهه المعاكسه باش تزيد تشوفوني احسن، وركزوا مع البطن ديالي هنايا يدي تكون كسلا بيان، ونسي نجيب جينو هنا نعاود نطبع دو ونعاود نطبع كوم سي راني نجبد ان بوا ونجيبو عند جينو هنا اثنين نجبد بيان ونطبع نجبد ونطبع. نحسب 10 خطرات كل جهه، 4 مجموعات دائما كما موالفين نديرو، لانه مجموعه واحده ما تكفيش، لازم نديرو مجموعتين عفوا نديرو ثلاثه ولا ما بين ثلاث مجموعات حتى 5 مجموعات باش تكون مفيده اكثر، يعني لا موين، لكن لا موين اللي هي ثلاثه ولا 4 مجموعات. هذا بالنسبه للتمرين الاول. التمرين الثاني راح نهبطو على ليكود هنايا باش نقيسو شويه لي زوبليك او ميم طون لا سينتور ابدومينال كاع. هنايا نسي نزير بيان لي زابدو تاعي. واش ندير هنا؟ راح نخدم، لاحظوا لي بوين دي بي تاعي الاصابع، راح ندير لا روتاسيون هنا يمين يسار. هنا نسي ندور بيان لاونش تاعي، خطره يمين يسار يمين يسار. نحسب 10 خطرات يمين 10 خطرات يسار، لكن وجنو يعني اعلى الجسم ولا ليكو تاعي ما يزغدوش، عندي برك لاونش تاعي اللي دور يمين يسار يمين يسار. راح نعاود لكم خطره واحده اخرى باش تشوفوني بيان وتركزوا مليح مع التمرين تاعي. نسي نكون هنا بحاله استقامه واحده وندور يمين يسار يمين يسار يمين يسار. كما قلنا نفس الشيء 4 مجموعات، مده الراحه راهي باينه كما مضاري نقول لكم، تبدا من 30 ثانيه 40 50 حتى لدقيقه للناس اللي راهم جدد. يبقى لنا التمرين الاخير. التمرين الاخير راح نكون هنايا، هذه الخطره راح نكون ماشي على الليكود، الوضعيه تاعي راح تكون على اليد ديالي هنايا، نكون بوزيسيون دو بلونج. واش ندير؟ راح نسي نطبع الباسان تاعي للاعلى يعني للسقف، وهنا نسي نجيب باليد المعاكسه عند الرجل اليمنى. نعاود نهبط هنا نطلع دو، نعاود نهبط دو دو. نسي نطبع روحي هنا بيان بوزيسيون دو بلونج، نطلع نروح دائما باليد المعاكسه عند الرجل المعاكسه تاع اليد اللي راني نطلع بها. هو لو بلوز امبورطون لهنا مشاهدينا الكرام، انه العضلات البطن، عضلات البطن تاعي لازم تكون متقلصه، يعني لازم تكون حابسه وتكون شاده بيان. نعاود نطلع هنايا دو دو. نحسب 10 خطرات يمين 10 خطرات يسار في كل يعني في كل جهه. يبقى لنا هذا التمرين، هذا كان اخر تمرين، لكن قبل ما نكمل التمرين كما راح نكمل نعطيكم البرنامج اللي هو 4 مجموعات في كل يعني في كل تمرين، مده الراحه من 30 ثانيه حتى لدقيقه بين كل مجموعه، هكذا باش تكونوا كملتوا البرنامج تاعكم تاع اليوم. ما عليك نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في روحتكم. دائما لا كان فيه تساؤلات ولا اقتراحات، ما عليكم غير تبعثوا هنا على صفحه الانستغرام الخاصه بي ولا بصفحه قناه الشروق ولا خاصه بي اللي هي بوشاوي منير. بقاو على خير، سلام. ظريف هادو بعدين هنا نسيت كيفاش يا موني، راك قلات النيفو خويا، روح بالعقل. الواحد عنده 6 شهور بدا سبور. تحيه كبيره للكوتش منير بوشاوي، وتحيه لكل كاين سيدات بزاف صالح ينوضوا صباح ويديروا ويقولوا لنا نعم، ويبعثوا لنا رسائل ويديروا معاها الحركات. انا نقول لكم ذكرت هذيك السيده، تقدروا تدخلوا ليكيب ناسيونال راكم ديروا لها في هذه بالماضي راح يعني تقدروا تشدوا انتم المنتخب الوطني. عافاك بلي اتصلت بنا خطره مشاهده قالت لنا بلي كي ندير الحركات في الدار يشوفوني يضحكوا عليا. كنت مع كوتش سميه، مع الكوتش سميه، كوتش سميه كانوا بزاف يعاودوا معها الحركات. نعم، ف
هادو كانوا بعض الحركات الرياضيه اللي بدينا بها برنامج صباح شروق اليوم. ولاو يديروا معنا ديم نقولوا صباح الشروق لكل من صباح الخير لكل من التحق بنا في هذا الاثناء، اهلا وسهلا. ونروحوا مباشره للفقره اللي ايضا تحبوها بزاف وتطلبوها بزاف وتحبوا اننا يكون عندنا متسع من الوقت مع عالي كفاءه الاستاذه اللي تحضر معنا اليوم. فتحضر معنا فريده رحال استاذه في الشريعه الاسلاميه اللي تنورنا اليوم بموضوع اللي رانا في وقته أكيد. ورانا كامل حابين نعرفوا اكبر عدد من المعلومات عليه. طبعا اطمئن الله. نور مرحبا بكم، شكرا لكم. صباح الله ينور، منوره بكم استاذ. شكرا. يقول الله في القران الكريم وفي اياته، يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. لو لم تكن هذه الحادثة أمر عظيم وجليل وكبير في الإسلام ديالنا لما ذكر في القرآن، ولما بدأ به الله عز وجل سورة عظيمة وهي سورة الإسراء، صحيح أستاذة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا. أما بعد، أستاذة الحبيبة زهرة، الأستاذ الفاضل صلاح الدين، إخواننا وأخواتنا اللي شاهدونا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة موضوع الإسراء والمعراج هو رحلة متميزة في السيرة النبوية، وخصوصية هذه الرحلة أنها لم تكن معجزة فقط، وإنما كانت مرحلة فارقة في الدعوة الإسلامية، لأن ما سبقها وما كان بعدها يختلف. أضف إلى ذلك أن هذه الرحلة وإثباتها كما ذكر الأستاذ في القرآن الكريم وذكرها في السنة النبوية له إسقاطات وإشعاعات وأنوار ستبقى يستفيد منها المسلم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تأتي أهمية طبعا أن نعيش ظلال هذه الذكرى، لكن كيف نعيش هذه الذكرى؟ عندما نعرف بعض ما حدث فيها ثم بعض الدروس التي نستفيدها من هذه الحادثة. طبعا. الإسراء هو السير في الليل، والمعراج أو العروج هو الصعود، هذا من ناحية اللغوية. أما الإسراء والمعراج فهي رحلة ربانية انتقل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام مع سيدنا جبريل عليه السلام من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين ببيت المقدس، ومن هناك عرج به إلى السماء. هذا كله تم في ليلة واحدة، وهذا في الحقيقة فيه معجزة ربانية، وكما قلت فيه موقف أو حادثة في السيرة النبوية ستكون لها آثار على الدعوة وسيستفيد منها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان. هذا من حيث تعريف الإسراء والمعراج. ما الذي حدث؟ ما الذي كان قبل أن يحدث الإسراء والمعراج؟ لنعرف ما هي خلفية الإسراء والمعراج. الذي يتميز في الحقيقة في حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسراء والمعراج أنه أحاطه عام هو أصعب عام على في حياة النبي، اللي هو عام الحزن. وتميز هذا العام بوفاة المرأة العظيمة التي كانت تسنده بحسن كلامها وبصبرها وبثباتها وبمالها، فكانت وزيرا له في بيته اللي هي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ومع ذلك مات الرجل الذي كان يسنده خارج بيته اللي هو أبو طالب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أصابني من قريش ما أصابني عندما مات أبو بكر، يعني تأكيد على رغم أنه كان مشركا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي هو طبعا أحاط الحزن، حتى اسمه النبي عام الحزن، هذا دليل على أنه يعني فعلا أثر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أغلقت أمامه أبواب الدعوة في قريش، رفضت قريش تماما لحوالي 10 سنوات الانصياع أو الدخول أو الاستجابة لأمر الدعوة، عرضوا عليه المال فرفضوا هذه الدعوة. ففكر النبي قال أرى في أرض الله ربما أجد أرضا تستقبل هذا الدين. يعني إخواننا شوفوا النبي كم عانى عليه الصلاة والسلام، اليوم احنا رانا مسلمين، يعني الإنسان شعال يحب النبي هذا وشعال يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وشعال يفتخر أنه ينتسب إلى هذا النبي، وكم عانى لكي نكون نحن الآن الحمد لله مسلمين. فقلت ففكر في الطائف. الطائف هذه منطقة تبعد عن مكة بحوالي 8 كيلومتر، 8 كيلومتر ذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام على الأقدام. والله اسمحوا لي، يعني كنت فكر واحد التفاصيل في الطائف، لانه لما رحت للعمره شفت واحد يعني المكان اللي مر عليه النبي حوالي 3 كيلومترات وهو يمشي، هو 8 كيلومتر مشاها على الاقدام الى الطائف. ظن ان اعيان الطائف سيستقبلون هذه الدعوه او على الاقل سيكتمون عنه، لانه خرج متخفيا هو وزيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه، خرجوا صحابي فقط سرا لم يعلم به احد. فلما رفضوا الدعوه
لم يكتفوا برفض الدعوة، وإنما أرسلوا إلى قريش يخبرونهم بخروج محمد عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني، جعلوا له صفين من السفهاء والأطفال لمدة لحوالي مسافة تقريبا 3 كيلومترات يضربونه بالحجارة حتى تشققت قدمه دما، رحمة الله عليه. فدميت قدم النبي عليه الصلاة والسلام وشج رأسه عدة شجاج، يعني فكان زيد بن حارثة يعني يحاول أن يحمي النبي، لكنه وصل إلى شجرة. ثم لما خرج من هذا لمدة 3 كيلومترات، يعني الإنسان يمشيها وهو يضرب بالحجارة، ومن هو؟ وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فلجأ إلى شجرة وقال دعاء عظيما، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هذه الكلمات، سمحوا لي إخواني، ما أجمل أن نقرأ السيرة النبوية وما أعظم أن نستفيد منها. من هذه الكلمات في الحقيقة تركته في هذه اللحظة بالذات، ينزل، احنا نحكي على الحال اللي قبل الإسراء، قبل يعني لينزل ملك الجبال. ربي تأثر لهذا الليل، يعني سبحان الله العظيم، أرسل إليه ملك الجبال فقال يا محيا نبي الله، يا حبيب الله، أمرني، مرني إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبة. خائف، هذه جاية بين جبلين، قال لا، حبيت نكسر على هذوك الجبلين نطيحهم عليهم عقابا لهم على ما فعلوا به. لكن شوف رحمة النبي وقلب النبي الكبير، وهذه درس لينا أن نعفو عن بعضنا وأن نسامح بعضنا. فقال النبي اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون، ولكنني أدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذا يعني هذا الضغط اللي عاشه النبي. هنا يأتي التكريم الرباني وتأتي رحلة الإسراء والمعراج، فيرسل الله نبي حبيبه رئيس الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي، فيأخذه من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في رحلة، وهو ينظر إلى الأرض على دابة تسمى البراق. البراق هي دابة سريعة جدا إلى درجة أن يقول سرعتها كسرعة البرق. فسار وهو ينظر إلى القبائل، القوافل التي تمشي، كانت رحلة بالجسد والروح. لما وصل إلى مسجد الأقصى، علاش نحكي هذا الأحداث؟ لأنه منها نستخرج الفوائد طبعاً والدروس. لما وصل إلى بيت المقدس، المسجد الأقصى، صلى ركعتين بالمسجد الأقصى بمن؟ بجميع الأنبياء. كان كل الأنبياء في انتظار النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هناك عرج به إلى السماء، وكان في كل سماء يلتقي بنبي، التقى بآدم والتقى بسيدنا عيسى وسيدنا يحيى وسيدنا يوسف إدريس. سيدنا إدريس وسيدنا موسى وسيدنا هارون، هذه في السماوات السبع، إلى أن ارتقى إلى سدرة المنتهى. هنالك تتوقف علم الخلائق، هنالك كلمه ربه كفاحا، كلمه بدون واسطة، لم يره لكنه سمع منه مباشرة، وفرض عليه الصلاة 50 صلاة. لكنه لما نزل كان سيدنا موسى يقول إني أعلم بالأمم فسل ربك التخفيف. فكان في كل مرة شوف رحمة الرسول عليه السلام بنا، فيعود فيطلب التخفيف، ثم يعود فينقص له 5، فيعود في كل، إلى أن أصبحت 5 لكنها بأجر 50. ذكرنا بقيمة ذلك المكان الطيب علينا احنا كأمة المسلمين. صحيح، بارك الله فيك أستاذ. من هنا تأتي ما هي الدروس؟ دروس الحقيقة عظيمة يستحيل أن نجمعها اليوم، لكن سأشير إلى بعض الدروس. نبدأ بالممكن الدرس الأول اللي ذكره الأستاذ الفاضل، مكانة فلسطين والمسجد الأقصى في الإسلام. هذه مكانة الحقيقة، يعني كان قدر بلغتنا احنا نختصر الطريق من المسجد الحرام إلى السماء. صح. لماذا هذا المعبر؟ علاش ترانزيت هذا؟ لماذا؟ وكأن النبي وكأن الله سبحانه يعطينا رسالة أساسية، أن هذا المسجد أولا هو من المساجد الثلاثة، هو من عمق ديننا، وقضية عقائدية بالنسبة لنا. صح، هي قضية تحت الهلال، لكن الأرض مباركة، أرض تحت الأمة. القضية الثانية أن هذه المنطقة هي ترمومتر بالنسبة للأمة الإسلامية، كي تحب تعرف الأمة أين وضعها فانظر إلى أرض فلسطين. وعبر التاريخ كلما كانت فلسطين محررة وبيت المقدس كانت الأمة قوية. صحيح. والعكس صحيح. لما تكون الأمة ضعيفة يكون بيت المقدس. ومن هنا نقول كلمة أن تحرير بيت المقدس وقضية القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين،
إنما قضيتنا جميعا، وتحرير بيت المقدس هو معركتنا جميعا. صح تختلف معاركنا، معركة الذي يؤديها عسكريا في المكان المناسب، لكن نحن معركتنا كل بما أتيح له. وبهذه المناسبة طبعا أثمن الجهود التي نقوم بها طبعا في دولتنا، والحمد لله سلطة وشعبا وأحزابا وطبعا المستوى السياسي المستوى بارك الله فيك، خصوصا الجهود الأخيرة يعني. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني قضية الصلاة. ما كانت الصلاة؟ احنا كنا تكلمنا عن الصلاة، لكن لمح نبي عليه يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. في الصلاة أنا أقول إخواننا، أقول لنفسي، يقول العلماء إذا كان للنبي عليه إسراء ومعراج فلكل واحد منا إسراء ومعراج. أكيد وراء الإسراء والمعراج تعالى أقول لك نبي أسري إليه، أسري به وعرج به وهو نبي هذه الأمة، لكن نحن إسراؤنا ومعراجنا. الإسراء هو المشي إلى الصلاة، والمعراج هو عروج القلب إلى رب السماوات. معناتها كل واحد فينا لما يهتم، وهذه فائدة ثالثة، الله عز وجل هو دواء القلوب ودواء النفوس ودواء الكروبات ودواء، يعني لما تضغط عليك الظروف كما النبي عليه الصلاة لما ضغطت عليه، لما أغلقت أمامه أبواب الأرض كانت له باب السماء. لما تضطر، احنا كل واحد فينا عنده هموم وعنده مشاكل، كل واحد من وكلنا مبتلى، فنذهب وكأن نفزع إلى الصلاة. إسراؤنا ومعراجنا هو الصلاة، قلوبنا نرفعها إلى ربنا سبحانه وتعالى. الدرس الثالث إمامة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء هي إذان بقيادة جديدة لهذه الأرض، وهي قيادة محمد عليه الصلاة والسلام وقيادة أمته. شو معنى الصلاة بالأنبياء؟ وكأن الله تعالى يعطينا رسالة، أن كل الرسالة، رسالة الإسلام التي جاء بها جميع الأنبياء، الآن ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وطبعا هو رسول الله وأمته. وأن الدين عند الله هو الإسلام. بارك الله، إن الدين عند الله الإسلام. ربي سبحانه يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك همسة في أذان إخواننا وأخواتنا، كل واحد فينا يشوف روحه ينتمي إلى أمة المسؤولية، أمة الريادة، أمة الشهادة على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شو متى الشهادة؟ لنكون قدوة. كيفاش أنت تشهد على واحد آخر؟ تشهد بأنك تمثل الإسلام تمثيلا حقيقيا في سلوكنا، في تصرفاتنا، في أنا من ذاك نهضروا فلان وفلان يكذب. أبدأ بنفسي. نقول لك المؤمن يبدأ يسبق في روحه. أكيد. المفروض يسبق في روحه في التربية، في إعطاء النموذج. وعليك إحنا دائما الدعاء الذي الموجود في سورة الفرقان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إمام. شو أنت إمام؟ شو إمام مسجد؟ قدوة في الخير. فنحن أمة ورثت هداية البشرية إلى الخير، طبعا بعد أن نصلح أنفسنا ونقود هذا الصلاح، وطبعا نأتي به إلى البشرية جميعا. النقطة الرابعة أهمية الذكر والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. النبي لما ضغطت عليه الظروف في الطائف ذهب مباشرة إلى الدعاء، وكأن الله تعالى يعطينا واحد الدرس عظيم. إذا دلهمت عليك، إذا ضغطت عليك الظروف، إذا أحاطت بك النوائب، إذا أغلقت أمامك أبواب الأرض فما زال باب السماء دائما مفتوحا. لك إخواننا، إحنا بعض الأحيان إحنا بعض الأمراض النفسية ولا تصيب بعضنا، حليش المرض النفسي، لكن أنا عندما تضغط علي الظروف ألجأ إلى ربي السماوي. عندنا الدعاء، وانا قلت المعراج ولا إسراء والدعاء وهو الصلاة. أفزع أهرع إلى الذكر وأهرع إلى الصلاة. وعليك ربي سبحانه بدأ بسبحان الذي، إيش بدأ بسبحانه؟ وكأنه يشير أن الأمة هذه أمة مسبحة، أمة تعظم الله. الله صح. أمة سبحان الله. إيش بدأ بسبحان الله؟ الفائدة الخامسة شرف العبودية. هل تعلمون إخواننا أن الله عز وجل لم ينادي محمد، لم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بمحمد، ذكره بصيغة الإخبار. ما كان محمد، لكن ما قالش يا محمد، مثلا قال يا موسى، سيدنا موسى خاطبه باسمه، لكن النبي مخاطبه باسمه، وإنما يا أيها النبي. طبعا هذا تعظيما، وهذه فائدة سادسة، تعظيم مكانة النبي. لكن أشرف صورة، أشرف اسم ذكر به ربي سبحانه النبي هو صفة العبد، سبحان الذي أسرى بعبده. كان قدر يقول بنبيه، ما كانش شرف كما شرف النبوة. لكن العلماء ماذا يقول؟ لأن العبودية شرف، عبودية لله عز وجل. ولذلك أقصى إخواننا، أقصى مرتبة، أعلى مرتبة تصل إليها أنك تكون مرضيا لربك سبحانه. لحظة السعادة الحقيقية في حياة الإنسان، الأمور الدنيوية هذه تحقق جزءا منك، لكن اللحظة الحقيقية تاع السعادة لما تكون مرضي ربي سبحانه.
تحس بواحد الراحه والسكينه تملا قلبك. انا عندما نضل الا بذكر الله اطمئن تكون مرضي ربي سبحانه، تحس بواحد الراحه لا يشعر بها الا من ارض الله سبحانه وتعالى. ولذلك وطبعا هذا الرضا بماذا وهذه العبوديه بالاستقامه على طريق الله. كيف ننال هذه العبوديه؟ ولذلك يقول العلماء ان من شرف السجود انه يحقق العبوديه. لمن يسجد الانسان؟ يسجد لربه، وكاني نقول له يا ربي سجد وجهي وسجد جبهتي وسجد جسمي وبالتالي سلوكي. لكن هذا السجود وش معناتها؟ الالتزام بما امر الله، الاستقامه على طريقه سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه العبوديه ما اجمل ان نحقق في انفسنا صفه العبوديه. ولذلك ربي لما وصف صفات العظيمه لعباد الرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، اذكر صفات اسمهم العلماء صفه عباد الرحمن. ايش قال عباد الرحمن؟ كان قادر يقول والمتقون والمؤمنون والمسلمون. فصفه العبوديه ما احرنا ان نحرص اخوانا على الاتيان بها والعمل عليها حتى نحقق في انفسنا هذا الشرف الذي ناله عليه الصلاه والسلام، وهذا بالتزام ما امر الله سبحانه وتعالى. فائده السادسه تفضلي اللي هي اهميه المسجد في حياة المسلمين. احنا علاش بالضبط كان الإسراء من المسجد إلى المسجد؟ وذكرها رسول الله عز وجل في الآية. سبحان الذي أسرى من مكة إلى فلسطين أو من الأقصى أو من المسجد إلى المسجد. وهذا يعطي بعدا للمسجد كمؤسسة تربوية ليست للصلاة فقط. المسجد هو مؤسسة توجيه، هو منارة إرشاد للمجتمع. لا يحفظ فيه القرآن فقط، وإنما يشرح هذا القرآن ويربى به الجيل، وهذا هو المفروض أن يكون في رسالة المسجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة كان من أول الأعمال اللي قام بها بناء المسجد، وهذا المعنى في الحقيقة له أهمية. ولذلك الفائدة السابعة وفائدة في الحقيقة فيها قصة جميلة، فائدة الصبر على الشدائد والثبات على المبدأ. على بالكم النبي عليه الصلاة والسلام لما كان صاعدا في السماء شم رائحة طيبة فقال لسيدنا جبريل يا حبيبي يا جبريل ما أطيب هذه الرائحة، رائحة من هذه؟ قال إنها رائحة ماشطة بنت فرعون. وقصة عظيمة هي، قصة معروفة يعني. ماشطة بنت فرعون هذه لا يعرفها أحد، يعني لم تكن لا ملكة ولا مسؤولة ولا ذات جاه ولا ذات مال. ماشطة ما احنا نقول الآن حلقت بنت الملك باش نفهموا ربيها ديالها. بارك الله فيك. الماشطة هذه قصتها أنها كانت تمشطه شعر بنت فرعون فسقط مشطها، فقالت بسم الله كي جات ترفدو قالت بسم الله. وشوف المعاني تاع القصص. نصيحة لإخواننا هذه ممكن فائدة ثمنة، علموا أبنائكم، تعلموا وعلموا أبنائكم السيرة النبوية، تستفيدون منها لأنها نموذج الكمال البشري وتستفيدون منها في حياتكم كثيرا. فقالت بسم الله. بنت فرعون قالت لها أتقصدين أبي؟ لأنه يعني بالنسبة لهم يعني بالنسبة لهم الإله هو أكيد. قالت بل قصدت إلهي وإلهك وإله أبيك. شوف القوة في الحق بماشطة، يعني يحب يقول يعني وجبروت فرعون ماشي أي واحد، وتعرف من هو فرعون. أكيد. فقالت أخبر أبي؟ قالت أخبره. شوف يعني كي توصلوا هي صح كانت تكتب إيمانا، قوة الإيمان يفعل المعجزات في الإنسان. فلما جاء بها فرعون هددها قال إن لم ترجعي سأفعل بك كذا وكذا. قالت افعل ما شئت فقد آمنت بربي. هذه نصيحة بيني وبين إخواننا، لم ذاك الصلاة ما نلتزموش بها. سيدة سترون ما هو العقاب الذي نالته، العذاب الذي نالته. ماذا فعل لها فرعون؟ حمل لها طبعا برميلا من الحديد سخنه طبعا بالنار مملوءا بالزيت، وجاء بأربعة أبنائها فكان هددها ما رماهاش هي الأولى، فكان كل ما يرمي واحدا من أبنائها يقول لها أترجعين عن إيمانك أم لا؟ يعني على بالي كثير من الامهات راهم يشاهدوا فينا، شكون تقدر تتصور هذا الموقف؟ احنا لم يعني الحمد لله انا في السلم ورانا في عافيه، كلفنا ربي بعض التكاليف، يعني اين نحن من هذه؟ نقول لكم نصيحه، احنا الواحد كيعود هذه كيعود يتفكر ثبت هذه المراه الله غير يعود يحشم روحه انه بعض الامور بسيطه وما نديروش. اين نحن من ذلك؟ اين نحن؟ بارك الله فيك. ولذلك ربي خلدها في ذكرى الاسراء، والا علاش ربي خلاها خالدة؟ أين نعرفها نحن؟ ما نعرفه لا اسمها ولا من أين نعرفها، لكن بقي ذكرها إلى يوم القيامة حتى تكون نموذجا للثبات. رمي الأول وعلبكم كي يرميه يترك في النار، يترك في الزيت حتى يعني يذوب كاع اللحم ويطفو تطفو العظام فوق الزيت. الابن الثاني والابن الثالث، يعني صراحة أنا نحكي وقلبي يعني
لما جاء يرمي الطفل الرابع كان رضيعا. الطفل الرابع كادت الام ان تتاثر يعني، لكن شوف ربي حتى ما تلافى كادت ان تتزعزع. فيعني طريقه كيفاش شداته، أنا أنطق الله الطفل الرضيع وقال أثبتي يا أمي فإننا على الحق وموعدنا في الجنة. لكن نقول لكم لأن البعض ربما يسمع القصة يقول لك أنطقه الله يعني حاجة معجزة، لكن متى أنطق؟ أنطق الرابع، لم ينطق الأول. الأول راح، ثاني راح، ثالث راح، الرابع. امتحان صبرها بارك الله، هو امتحان لكن ثبتها في اللحظة الأخيرة، فرومية هو الرابع. ثم في الأخير خلت له وصية واحدة فقط قبل أن يرميها، قالت أتمنى أن تجمع عظامي مع عظام أبنائي في قبر واحد. قالها لك قلب الأم، قلب أم يعني. سبحان الله العظيم، هذه الرائحة الطيبة لم تأتي هكذا، وثبات على المبدأ. ولذلك يعني توجيه ورسالة أننا مبادئنا وقيمنا وثوابتنا وديننا يثبت عليه. الحمد لله الآن رانا في عافية ورانا في أمن، يعني يستطيع الإنسان أن يثبت على الدين اللي هو صراط الله المستقيم، اللي هو خير لنا في الدنيا وسعادة لنا في الدنيا وسعادة لنا في طبعا الآخرة. هذه طبعا بعض طبعا أهم الإشارات أو الرسائل التي ربما نستفيد منها كثيرا. لكن الرسالة ربما آخر رسالة بكرة نختم ربما خطورة الفواحش والكبائر. أباكم النبي عليه الصلاة والسلام لما أراه الله عز وجل آيات كبرى الحقيقة في الإسراء والمعراج، وكان من بين ما رأى في نعيم أهل الجنة، رأى الشهداء ورأى كذلك عذاب أهل جهنم، ومن بين الذين رأهم يتعذبون الذين يكذبون والذين يغتابون، أكرمك الله، الذين يقعون في الفاحشة، الذين يأكلون الربا، وخص بعض الكبائر بالله. ولذلك إخوانا على الأقل هذا الإنسان يجنب نفسه الكبائر، المفروض الإنسان يتجنب الحرام، لكن على الأقل هذا الكبائر عطلها وحد العذاب. وطبعا موجود لما نقرأ في سيرة النبوية نجده بصورة مشروحة شرحها النبي حتى يعفنا وحتى طبعا يبين لنا خطورة هذه الفواحش، أثارها في الدنيا أولا ثم أثارها في الآخرة. أكيد، شكرا لك أستاذة. هو موعدها ليلة 27 من رجب ليلة 28 من رجب، هكذا حسب أغلب أقوال العلماء. هي فرصة ربما حتى كما قلتي منذ قليل نعلم أبنائنا السيرة النبوية. أنا نذكر عن نفسي قصة الإسراء والمعراج، قريتها في عمر 9 سنوات ما شاء الله، لما الخال الأكبر ديالي أعطاني قصة هكذا ملخص ديالها لرواية ابن عباس. صحيح. والآن مازلني كنت تكلمي وأنا نذكر للسطور هذيك اللي قريتها. فاليوم ملح لنا أن نقدموا لأبنائنا هكذا هدايا لأنه راح تبقى لما يكبروا. وأجمل شيء كذلك اللي ربما نختموا بها القصة الرائعة، موقف الصديق أبو بكر لما قيل له بلي رسولك راه يقول لنا بلي راح في هذه الليلة من المسجد الحرام المسجد الأقصى ففي ليلة وحنا نديروها في مسيرة أشهر وأشهر، قال لهم إن قالها فقد صدق، فقد صدق. وبساطة بلا ما حبسي به حبي في التفاصيل. ولمن هنا سمي الصديق، الصديق سمي الصديق. آخر حاجة أستاذ قبل ما نختمه، ونصيحة كبيرة للأمهات أن نعلم أبنائنا السيرة النبوية. أكيد. ديروا برنامج، نشري له كتاب، نشري كين برنامج. لكن علاش ما انا نعرف عائلات واش يديروا مثلا كل اسبوع يقراوا مثلا صفحه واحده في كتاب من كتب السيره النبويه. تكفي تستفيد الاب، كي ما يقدرش الاب معليش ممكن مشغول ولا، لكن مليح يجتمع الاب والام. وانا نحيي بعض الاخوات اللي اتصلوا بيا وقالوا لي بلي هذيك الجلسه نعم تكلمت عليها، صدقوني قالوا لي يعني اتت واحد الثمار خصوصا مع الابناء. الحمد لله. عبكم سيره النبي تعلم ابنائكم امورا، يعني لانه النبي هو قدوه، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة، لأن الرسول تجد فيه الشاب المستقيم، نموذج الزوج الصالح، نموذج الأب الحنون، نموذج القائد العسكري، نموذج السياسي المحنك، نموذج المفاوض، يعني في كل مجالات الحياة تجد صورة لها في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا. ما شاء الله عليك، اللهم صل وسلم على سيدنا. زهرة سرحت معك. زهرة بفضلك. ذلك أنا كي تهدر أفقد الكلمات. ما شاء الله عليك أستاذة. ما شاء الله عليك. الله يحفظك أستاذة. ما شاء الله، ويعني ربي يعطي لك واحد القبول ما شاء الله. الله يكرمك، هذا من ذوقك أستاذة. محظوظين بوجودك دائما. الله يحفظك أستاذة، وأنا محظوظة بكم كذلك. الله يخليك. الله يحفظكم ربي يبارك فيك. إذا مشاهدينا الكرام متواصلين معكم مع بقية المحطات، ابقوا معنا راجعين. نرجع لكم مع فقرة تطمئن القلوب أستاذة فريدة رحال اللي كانت معنا منذ قليل. عجبكم الموضوع وإحنا ماذا بينا أنه هكذا تكونوا تفاعلوا معنا في كل المواضيع اللي نقترحوها لكم في برنامج صباح الشروق. أكيد. إذن مجددا كنا نقول لكم مرحبا بكم باقتراحاتكم في مختلف المجالات في مختلف المحطات اللي تمر في برنامج صباح الشروق من خلال الأرقام الهاتفية ولا عبر رقم الواتساب اللي راه يظهر لكم أسفل آخر أو رقم الواتساب اللي يظهر لكم أسفل الشاشة. فأهلا بكل تطلعاتكم بكل تعليقاتكم بكل ما راكم حابين تشوفوه معنا.
الثامنة و45 دقيقة التوقيت المحلي بتوقيت الجزائر لي واش نطيب اليوم؟ واش نطيب اليوم في الفطور؟ اكزاكتومون فنروحوا مباشرة نشوفوا الشيف نديم واش راهو مجدنا اليوم. اليوم نروح أنا ولا تروح؟ تفضلي تفضلي يعني نشوف زرودية والحق. إيه 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 نديم كاين زرودية ها ما نجيش. صباح الخير. صباح لاباس. صباح الحمد لله. صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام. يوم دنيا يا شوفان هو المكون الاساسي نهار اليوم. المكون الاساسي نهار اليوم. نعم. سبورتيف صالح شوفان. نعم هو الامين هالتي اليوم. اوكي. كما قال. نعم قلنا اليوم حنديروا لهنايا اطباق تاعنا بالشوفان سميني هالتي هو الشوفان. حنا كاين بزاف يقول لك صعب مرضي سيلياك هي لا نعم خاطر مرضي سيلياك ممنوع عليهم ياكلوا الشوفان. واه كمالا قمح قمح يا جماعه واش بكم قمح هو من الاسم. نعم هو قمح. نعم هو الشوفان. هو الشوفان مليح لصحاب الحديد. نعم مليح للريجيم ومليح باش واحد يريكيبيري. عباك الصح كامل راهو في المقادير في الوازن وكل شيء. نعم هي في المقادير خاطر لا كاين صحاب الريجيم اللي يقدروا يتناولوا الشوفان ما اللي حبوا يسمعوا يقدروا يتناولوا الشوفان. هي صديقون كما قلت لك الكيليبر تاع تاع المقادير اللي نقدروا ناكلوهم. وكذلك قلنا شحال من معلومه خاطئه كاين بزاف عن بالهم صحاب المرضي سيلياك يقدروا ياكلوها. هي يعني. هي ما يقدروش ياكلوا. ما يقدروش ياكلوا نعم خاطر هو قمح كما قال صالح. اليوم على بركه الله عندنا لهنايا ثلاث وصفات واش عندنا. عندنا هنا حنديروا حساء الشوفان لهنا لي ان سوب انا فولوتي ميم هذا طبق صحي يقدروا ياكلوه يكفي ويوفي. حنديروا لهنا بيتزا كذلك بالشوفان. اوكي. لاباطا حتى ندير بالشوفان وحنديروا ان كيك كذلك بالشوفان وبدون سكر. صافي ميني هاتي اللي حاب يدير الريجيم يتبعنا اليوم يرفض هذه الوصفات هذوما خاطر على هذه الوصفات حنا كي نقولوا الريجيم شوفوا حاجه صامطه حاجه ماشي بنينه حاجه هذه هذا هو الريجيم. صح. نعم لا نقدروا حنا نعرفوا كيفاش نلعبوا بك في لي زانغريديون تاعنا ونديروا الاطباق تاعنا اللي تكون بنينه ونقدروا ناكلوها عادي. نعم قلنا لهنايا غنديروا الحساء تاعنا كمقبله حساء الشوفان. واش عندنا؟ عندنا لهنا كميه تاع الشوفان، عندنا كميه تاع الجزر اللي كنا سكرفجنا، عندنا كذلك الحبه تاع البصل تكون هنا نديروا صوص بلونشا. حبه البصل نقطع مكعبات شويه معدنوس، عندنا لهنا سيفخان دو بولي من الاحسن يكون صدر تاع الدجاج. ملح فلفل الكحل وشويه تاع زيت الزيتون من الاحسن تكون زيت الزيتون ما تكونش زيت عاديه. نعم باش يقعد لنا الطبق تاعنا صحي 100%. واش نديروا؟ ناخذوا قدر هنايا اللي تيطلع لنا بيان سور نضيفوا لهنا كميه تاع زيت الزيتون ندير لها شويه ما دام كيديروا زيت الزيتون نديروا ملعقه تاع الماء باش على ما تحرقناش زيت الزيتون وتفقد كاع الفوائد تاعها. نضيفوا لها حبه تاع البصل اللي قطعناها مكعبات من الاحسن قطع مكعبات باش تقعد البنه بنينه وما تلقناش هذيك المروره اللي تكون فيه. نقليوها مليح نزيدوا لها حبه تاع الجزر كذلك نزيدوها مع كذلك نقليوها. هذاك لو سوبخان بولي تاعنا هي من قلنا صدر تاع الدجاج من الاحسن يكون من نحولوا لابو تاعو باش نقصوا كاع داك لو غالي يكون فيه. نقليوه مليح نمرقوا نخلوها طيب لهنا التوابل قلنا عندنا ملح فلفل الكحل هذا ما كان نخلوه يطيب لنا هذاك الدجاج تاعنا وهذيك الخضره. نحو هذاك الدجاج تاعنا نفتوه ومن بعد لهنا نعقدوا لهنا الحساء تاعنا من هنا كما حنا نقولوا لا درنا الصديقون الماء شحال درنا كما نقولوا ثلاث كيسات تاع الماء نديروا نص كاس تاع الشوفان نعرفوا باللي يطلق ويفولوتي لنا الحساء ديالنا. نديروا الشوفان تاعنا نخلوه يغلي غليه زوج باك نعرفوا الشوفان ما يشدش مده طويله في ديالو كي طيب بيان سور نزيدوا الكميه تاع المعدنوس وشويه تاع زيت الزيتون. نعم هو الطبق راهو كما نقولوا يكفي ويفي كمقبله وكطبق رئيسي ويشبع كما نقول وصحي. نعم نروحوا لهنا البيتزا تاعنا راح نديروا حنا البيتزا بلا بودر تاع الشوفان لهنا. عندنا لهنا زوج كيسان تاع الشوفان لهنا اللي كنا شوفان رحيناه نحيوه رقيق نضيفوا له لهنايا نص كيلو ولا زوج ملاعق حتى ثلاثه تاع زيت الزيتون. نضيفوا له ملعقه تاع خميره الخبز ملعقه كذلك تاع السكر وشويه تاع الملح. لهنا نعجنوا العجينه تاعنا مليح نعجنوها خاطر لازم نعجنوها مليح باش داك الشوفان تاعنا يتشرب كاع دوك لي زانغريديون هذاك. لازم نخلوها تريح حنا الشوفان لازم نخلو له اوما مينيموم نص ساعه باش يروبوزي. لازم دوبلي لو فوليم تاعها ماشي كيما فارينا تقدر ان كاردور ولا مع سخانه تضاعف الفوليم تاعها. هنايا الشوفان يطول باش يعاود يدوبلي لو فوليم تاعو ويخمر لنا نخلوه مينيموم نص ساعه ومن بعد هنا نشكلوا لهنايا البيتزا تاعنا. عندنا لاصوص طوماط لهنا اللي درت فيها واش درنا فيها كيما في الحضره عاديه اللي نديروا فيها لهنا جوج حبات طماطم نضيفوا لهم لهنايا سنينه تاع الثوم. هنا ما نديرلهاش البصل صوص طوماط هنا
خاطر البصل يطلق على ديك المروره الثوم باك البصل هنايا درنا فيها طوماطيش والثوم وعندك الرند وزيت راه لهنا شويه ملح شويه عكري ملعقه طماطم مصبره ملعقه صغيره تاع السكر باش نقصوا هذيك الحموضه تاع الطماطم وخلوهم لهنا يتقلوا على نار هاديه كان يديروها خضره لاصوص هذه ريحه بلان يطلق لك بالنبزه بنينه خير من الطيب انا طيبتها شويه باك نص طياب كما حنا نقولوا ومن بعد لهنا نشكلوا الخبزه تاعنا هذيك ومن الفوق نديروا الطماطم تاعنا انا خيرت لهنا ندير طون هي من الاحسن يديروا طون ناتشور نورمال الو هذاك نعم ومن الفوق لازم الاجبن يخيروا الاجبن انا كيما جبن الموزاريلا لهنايا اللي ما فيهش لو غرا بزاف ماشي كيما كاين اجبن واحد اخرين وبنين وشويه تاع انا درت لها شويه زيتون شويه زعتر شويه لا غارنيتور هنا خير. اختياري وهنا هادو ما راهم قهلتي هلا لي زانغريدون اللي راهم يعطيك الصحه انا عن نفسي لا باس نادين يتسائل ام خليل ام بواقي ام تسنيمه تصنيم ام تسنيم الو الو ام خليل خليل شكون قال تصنيم مرحبا من جات سمعتي تصنيم انا والله غير سمعت تصنيم اسم مؤنث جميل هذا اهلا بك اهلا بك حبيبتي اهلا بك ام خليل مرحبا اسمعنا بك اختي معاكم منورين الشاشة يعيشك بنوركم شكرا ليك يعيشك قولي ام خليل كاش ما حبيتش اخت زهرة نشتيك نشتيك نحبك 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 بزاف ربي يخليك 1-0 ميرسي ميرسي سام غومونت لو مورال ربي يعيشك ميرسي شكرا حبيبتي قولي واش حبيتي من شفنا ديمي طيب والله نحب نشكركم على البرنامج هذا راكم مكفين موفين ما شاء الله ربي يخليك شكرا ربي يخليك. شكرا ليك يعيشك يعطيك الصحة بصح كنت نطلب منك اش حاجة حيبتها خير نو باش نلبيو لك طلب والله شوف معاكم مكفيين موفين الحمد لله وتعجبني الحصة تاع وتطمئن القلوب مع الأستاذة فريدة سيدة رحال نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جد متمكنة ما شاء الله عليها اسمعينا عبر الهاتف رجاء لأنه فيه ربما الوقت راهو فيه فارق اسمعينا من الهاتف حتى نجاوب معك مليح خليك بعيد عن التلفاز رجاء نظن أنه المكالمة انقطعت ما هما راحت نرجو للأسف للأسف يا جماعة لما اتصلوا بينا بعدوا على التلفاز ماشي كل مرة نقولوها لأنه حنسمعوكم بفارق زمني وحنا برنامج فيه وقت فمليح أنه نكونوا متجاوبين بطريقة مباشرة ما تزعفوش صالح ديروا له هلا ديجا قلتي ديجا زهرة 1-0 ماركات تسمى خذوا له الراي خذوا له الراي وي تفضل نادي نعم لهنا حنديروا ان كيك لهنا بالشوفان لهنا اللي حنديروا هالتي بدون سكر واش عندنا؟ عندنا لهنا زوج كيلة تاع الشوفان لهنا الشوفان الاحسن نخيروه رقيق ما نخيروش هذاك الخشين نديروا الريسيبيون نديروا لهم كيلة تاع الحليب نخلوه هنايا لمدة 10 دقائق باش يطرنا هذاك الشوفان ديالنا على جانب عندنا زوج حبات تاع البنان لهنا نعبزوهم مليح هذوك البنان ومن بعد نضيفوهم لهذاك الرقيق الشوفان بعد ما تشربنا هذاك الحليب كامل نعطوا لهم نضيفوا هذوك البنان بعد ما عبزناه مليح نضيفوا لهذاك الرقائق الشوفه اللي بعد ما نقعناهم في الحليب لهنا لمده 10 دقائق نضيفوا لهم لهنايا حبات ثلاث حبات اربعه تاع التمر نقسموهم مكعبات نضيفوهم تزيدوا شويه الحلاوه ثلاث حبات تاع البيض عندنا لهنا ثلاث ملاعق تاع الكاكاو وكذلك نضيفوا لهم كيس ونص هنا مقدار 15 غرام تاع لا ليفير لهنايا لهنا صافي كيس ونص على ليفير نخلطوا مليح هذاك الخليط تاعنا وندهنوا هنا الكيك تاعنا ندهنوا بشويه تاع زبده ولا شويه تاع لافارين باش ما يلصقناش نديروا الكيك تاعنا يطيب على 180 درجه في الفرن بيان سور كي لهنا من الفوق واش تحبوا نديكوريوا نديروا له كميه تاع الشوفان من الفوق هنايا حبيبه تاع الشوكولا هنا عادي من الاحسن شوكولا نواق نعلي تكون فيها 75 من الكاكاو تكون مره شويه باش هنا شكون تفادوا كاع الماتيريال الكراس اللي تكون في الشوكولا نعم ومن بعد في الاخر كي نخرجنا الكيك تاعنا الفوق عندنا لهنايا ان تي غراساج لهنا اللي حنديروه عندنا كميه تاع الشوكولا لهنايا نضيفوا له زوج ملاعق تاع الحليب ولا نحلوهم ونغلاسيو لهنا الكيك تاعنا ولا بوين تي ديكوراسيون يبان لا يجي بنين ولا حنا نشوفوا الشوفان كي نشوفوه ما حنا نقدروا نتناولوا كاع هذا ماشي حنا ديجا كيما قال لك محتاجين باش ناكلوا اكلات هكذا صحيه عندك بزاف ناس عم يقضيو كومبليتمون على الفرينه البيضاء في الدار تاعهم صح والله كاين بزاف ناس عندهم ما يشريوهاش خلاص لانه يعني فيها يعني نعم. فيها بزاف دير بزاف مشاكل للجسم نعم نقبلوا مكالمه واحده اخرى ان شاء الله الو صباح الخير الو 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 صباح الخير الو صباح الخير مرحبا بك صباح الخير صباح النور تفضلي اهلا وسهلا
مرحبا. شراكي غاية وانتي يا لاباس؟ الحمد لله. معايا زهرة. زهرة وي تفضلي. نبغيك بزاف زهرة. حبيبتي ربي يخليك. دو زيرو. راني كي منتخب الوطني اليوم. الو شاف وسلمي على سمية. نعم سلمي لي على سمية. نسلم لك على سمية يبلغ سؤالك. هاني سمية دخلت في الماتش. يبلغ سؤالك حبيبتي. اهلا وسهلا. نبغي صالح. نبغي يا زوج واحد ها. يعطيك الصحة ربي يحفظك. نبغي كاع طاقم شروق. شكرا لك. ربي يخليك. شكرا لك. ربي يخليك. شكون معنا؟ شكون معنا وين وين؟ خديجة من بلعباس. منين؟ بلعباس. بلعباس اهلا بك. اهلا بك. رجاء من الكنترول لو ترفعونا الصوت قليلا لانه فيه شويه. انا دائما نبغي نتصل. الو شوف ما نحكمهمش. سلموا لي كاع عليهم. نسلموا لك عليهم حبيبتي. ما كحتاجش. دوك نكتبوا لهم بريه ونخلوها في الكوزينه. شكرا لك. نعم حبيبتي قول لي كيفاش ما حبيتي تشوف معانا غوسات؟ سلمي لي على شيف نادين. نايس. حابه تسلم. شيف نادين. صباح الخير. مملحات. مملحات قتلك. اها تاع رمضان. واه بديتي فاكرونا رمضان سكيتشات. بديتي برمضان. يا حي الناس يتشري في لي زيبي سا زهره بقالو شهر. مازال شهر ونص. شهر 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 هما بيقولوا 11 مارس ربما راه. مازال الحال. هذاك هو اليوم راه شهر. رانا لو 6. بديتي تحط في الكونجيلاتور ولا مازال؟ الو؟ بديتي تخبي بديتي تخبي في الكونجيلاتور؟ مازال نشرو لي زيبيس نشرو. ايوا ما تخلعنيش. لي زافير دوكا وين تلقاي الفريك مليح؟ لا احنا ما نديروش الفريك. وي انتوما حريرة. حريرة. احنا حريرة تاع الزرع. شيه. على بالك انا ولا كي تجي رمضان نحكوا عليها ما نقولش دوك. على بالك مليح انه ننوعوا في رمضان ماشي مليح زعما كيما احنا في العاصمه ماشي كل يوم مليح شوربه 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 مليح انه اليوم شوربه غدوه فريك غدوه شوربه فرميسه شوف ليغوم ايه ها انتم تبدلوا ولا غير حريره عن كومبلي شهر كومبلي احنا يوميا 30 يوم حريره بلا فيكس احنا نبغوا الحريره طيب وقدرها هكذا وكل يوم تنقصوا منها صحتكم صحتكم ان شاء الله يدخل عليكم الصحه ولهنا اذا ما عاودناش تهضرنا مع بعض ان شاء الله الله يحفظك والله يخليكم ربي لينا شكرا دائما راكم منورين الشاشه ربي يخليك ربي يخليك شكرا لك بنوركم وشروق احنا دائما فاعلين هذا دائما الناس تتفرجوا فيها اش بانتك تبقاو هكا ما تزابيوش بقاو هكا بقاو هكا روحوا نتكلوا على الاخبار في نيوز وروحوا رجعوا لنا سلمي على سمية نبغيها بزاف بزاف دائما نعيط لها وما نحبهاش داكا ان شاء الله تكون تسمع فيك يا كريم نبغيك نبغيك واحد الدرجه تامنيش عقلك شكون؟ سمية داكا نقولها يا با تسوسي يبلغ سؤالك ان شاء الله نقول لها ولا غير نقول لها دوك نبلغ لها نخلي لها الميساج في لاغيجي اوكي هاي قالت لك نبغيك نموت عليك داكا يبلغ سؤالك ان شاء الله دمتي وفيه لكل بعض دائما نعيط لك وما نحسبش انا في خمس سنين خمس سنين داكا ولا غير نقول لهم دوك نقول لهم شكرا لك الله يعاونكم الله يحفظكم يعطيك الصحه الله يحفظ شيف نادين ربي يخليك يعطيكم الصحه شكرا لك يعيشك ايوا مع السلامه الله يحفظك شيف نديم الله يسلمك سمعتيها تخي بيان دونك نقول لك بون كوراج في لو مينيو هيلتي تاعك تاع نهار اليوم مام هذا المينيو هذا يقدر يخدموا في شهر رمضان اه يقدروا بيان سور سيرتو هذا كوم ديسير هذا كوم ديسير هذا خاطر يجي على شكل ان كيك لداخل يجي مويله شويه لداخل لي بيتزا هنايا اولي يروحوا يديروا لا فارين يقدروا يديروا هاد الرائحه شوف انا هذو يرحيهم يقدموا لهم اطباق ولا سوب هذه كيما نقول الحساء اللي يكون هالتي باش انا ما في شهر رمضان نقدروا ناكلوا عادي والماكله تكون صحيه. بيان سور بيان سور ماذا بينا الماكله ديما تكون تاعنا صحيه سختو كيما نقول لك المرض عاد يسبب ولا يخرج لنا واحد المرض الناس كلها عاد مريضه الناس كلها عاد تشكي من الامراض دونك فيو ميو ناكلوا حاجه صحيه. صحيه نعم. يعطيك الصحه على الالتفاته تاع اليوم اليوم درتي هالتي غدوه يدرى غدوه الخميس ماذا بيك تكمل السمانه غدوه الاربعاء ماذا بيك تكمل السمانه هالتي يا صالح؟ خلاص شوفان حكمة عارفة بدي خلاص خايف غدوة يدير لنا شخشوخة يفسد لنا الريتم هادي شوف كنت من البوشاوي وكون مع نادم يعطيك الصحة نادم نقول لك بون كوراج ان شاء الله بالتوفيق راح نطلعوا عليك ساعة ساعة انا وصالح نعاود نرجع لك ليك تفضلي زهرة تفضلي 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 لانه اليوم في هذا الصباح راني حاب نهني كل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها حبيت نقول للسيدة قابلي فاطمة الزهرة كل عام وانت بخير
اللي راهي تتابع فينا في هذا الصباح، ونتمنوا لها نتمنوا للجده جلاليه من الشفاء العاجل، كذلك هي من العائله اللي تتابع فينا في كل صباح في صباح الشروق. تحيه اذا لقابلي فاطمه الزهراء بمناسبه عيد ميلادها، نقول لها كل عام وانت بخير، والحجه جلالي يمنى والابن تاعهم وليد اللي سلموا عليه في هذا الصباح. وعندنا كنت تقول جويز انيفرسير؟ ايه جويز انيفرسير. انت مش عندك برك باش نعلق تفضلي. كنت نمشي عيد ما ركزتش. جويز انيفرسير ان شاء الله وكل عام وانت بطول العمر ان شاء الله يا رب. اذا عندنا محطتنا المواليه مشاهدي الكرام تستناوها دائما بكثره، هي محطتنا الطبيه، فنقول لكم متواصلين معكم في جانا طبيب بعد هذا الجينجل. اليوم نتكلموا على جانب الصيدله، ندخلوا في هذا العلم اللي الناس فيه متخصصه وتعرف به العديد من الامور اللي عايشين معها في حياتنا، ولكن الاسماوات ديالها تغيب لنا. موضوع جدا رائع اليوم حنطرقوا ليه مع الدكتور عبد الرؤوف بن حملاوي اللي هو دكتور في الصيدله ومختص في الصيدله الجلديه. نقول صباح الخير، اهلا بك. خير صباح الدين. مرحبا. صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا بكم، الله يسلمك، شكرا على الاستضافه. مرحبا. نشكر قناة الشروق الاهتمام الدائم بالتوعية بالصحة. شكرا لك على قبول دعوتنا، وشكرا لك نورت اليوم حضورك، نورت برنامج صباح شروق، وان شاء الله نفيد المشاهدين من خلال هذا الموضوع ان شاء الله. منورين بك. دكاتره اللي ولاو يجون عمرهم صغير، فدكتور في هذا العمر ما شاء الله عليك. ربي يوفقك ان شاء الله يا رب. أبوف كي نغاتي اوكون اني ما براطراباج والو. خطر في حياتي. شوفوا يعني حتى ودير استدراك تكون دكتور ما شاء الله عليك. نعم اهلا مرحبا. الله يسلمك. اكزيما تأتوبيه، هكذا باش نقولوا تأتوبيه اكزاكتومون. وشنو هي؟ وشنو هي؟ كما قلت الاكزيما التأتوبيه ولا التهاب الجلد التأتوبي، كما رانا في نهاية فصل الشتاء وعلى باب فصل الربيع، كاين فئة من المجتمع اللي راهي تعاني في صمت. وباش نكونوا اكثر موضوعيه، هذا المرض يقيس واحد من بين 5 اشخاص. هذا نسبه عاليه على بالك. نعم، اللي هي الاكزيما او كما نسموها في جويهنا نسموها المشق. المشق. المشق هو على غير المتعارف عليه. أوكي. هو مرض جلدي مزمن وغير معدي. مع الزملاء حتى نعرفوا الحاله اكثر. نعم، حنشاهدوا الصور مع الزملاء حتى نعرفوا الوضع اكثر. تفضل. نعم، كما قلت هو فوالا المشق نعيطوا له، اللي يجي هنايا سيغ لي جو دي زونفون. اوكي اكزاكتومون، يجوا لابنائنا بصح ما نعرفوش التسميه تاعهم، ما نعرفوش شنو هذا اكزاكتومون، دونك هذا هو. ونشوفوها باللي انها على انها شيء بسيط ولا نقدروا نداويوه برك في المنزل، ولكن هو مرض كما قلت مرض جلدي مزمن. اي اكزاكتومون. نعم. هذا واقع يسبب التهابات اكثر. نعم اكزاكتومون. نعم التعرض اللي ماجين كلي فام. ايه راح نطرق لها من بعد. كما قلت هو مرض جلدي مزمن غير معدي الحمد لله. يؤدي الى ظهور اعراض مميزه على الجلد كالحكه وظهور بقع جافه على مختلف انحاء الجسد. أوكي. يقيس بزاف الاطفال اقل من 5 سنوات وسيرتو الاطفال الاقل من 2 عام كما راهم نشوفوا في الصور، اغلب الصور لاطفال يعانون من هذا المرض. اكزاكتومون. منين يجي؟ دوك نوصلوا للاسباب. تسرعوا ولا شفت الصور؟ نعم نعم. الاسباب والاعراض جوستومون كما قلت يجي عند الاطفال ونادرا ما نشوفوه عند الكبار، نادرا نشوفوا الظهور الاول تاعو عند الكبار، انما يمشي معنا من الطفوله وعبر فترات عمريه مختلفه، يعني ينتقل معك من الطفوله للمراهقه، بعد من المراهقه جينيرالمون في المراهقه تخف الاعراض، مي نشوفوا حالات عند الكبار كما لا فام اللي راهي بريزونتي سور لو طابلو. شائع عند اللي عندهم بشره بيضه بزاف جافه. اكزاكتومون اكزاكتومون فوالا. لا بو بلانش لا بو بلانش. ايه حنا دو فينوتيب 3 أو 4، حنا في الجزائر ولا ساحل البحر الابيض المتوسط عندنا نفس نوع البشره اللي هو ان بو مات، جور شويه ماهوش ابيض لهذيك الدرجه، سي بور سا ما نكونش المتقدمين في العمر ما يكونش عندهم هذا المشكل. على غرار الدول الاوروبيه اللي يكون في نوتيب تاعهم ابيض من في نوتيب تاعنا. دونك كما قال صلاح الدين الاسباب غير واضحه لحد الان ومع تطور العلم والدراسات والابحاث، ولكن ما كاش سبب معين واضح يخلينا نعرفوا وشنو واش يخلي حد الحاجه اللي تخلي الشخص يمرض به. نرجحوا الاسباب وراثيه وجينيه،
هذا ما كان سينو اللي مش اسمها المرض تاعنا نسيو نتحكموا فيه قدر المستطاع من خلال تخفيف الالتهابات ونسيو نحددوا من الاعراض والحده تاع الاعراض التانه. اوكي. كما قال صلاح الدين في البدايه قال انه هو اكزيما. واش العلاقه بين التهاب الجلدي التأثوي والاكزيما؟ التهاب الجلدي عبد الرؤوف روح بلاقي لك طرح سؤال وتجاوب عليه. روح بلاقي حتى نفهموا مليح. اصبر. هذا لانه متمكن جدا من برافو عليك. ولكن ربي يسترك. احنا في نفس البرنامج وعندنا مشاهدين ديالنا كنطرحوا لهم هكذا حاجه هما عايشين بها ولكن ما يعرفوش التفاصيل ديالها نتخلعوا احنا الجزائريين هكذا. اكزاكتومون. وجوستومون انا جو براتيك مثلا جو سوي. واش معناها التأثوي يعني باللغه العاميه؟ لا دغماتي تاتوبيك اون فرونسي. كل حتى خليتيها بالعربيه. خليها بالعربيه خير. المشق نعيطوا له المشق حنايا. هذه المشق انتم مثلا. هذه المشق. المشق. نعيطوا له المشق تكون لابو بزاف اساش وجور يخرج منها السر. السر. اكزاكتومون. هو السر. السر. في كل منطقه كيف كل منطقه كيف يقولوا؟ كل منطقه كيف يسمون؟ التنوع الثقافي في الجزائر. صعب المقامه. واصل عبد الرؤوف. قلنا نفرقوا بينه وبين الاكزيما. بين الاكزيما إيه؟ وشنو الفرق بينه وبين الاكزيما باش المشاهد ما يتوهش يعني بيناتهم بين الاثنين. بون الالتهاب الجلدي التأثوي هو نوع من انواع الاكزيما. الاكزيما هو مصطلح اللي مجموعه من الاعراض كتهيج الجلد، الاحمرار، الالتهاب، الجفاف اللي تندرج تحته التهاب الجلد التأثوي. داكو اكزاكتومون. كاين بليزيور التهابات الجلد. هو اقل درجه من الاكزيما يعني اللي نعرفوها كامل. هو تابع للاكزيما، هو تحت مفهوم الاكزيما. عندنا التهاب الجلد التأثوي، عندنا التهاب الجلد فرط التعرق، عندنا التهاب الجلد التماسي. وبما انه التهاب الجلد التأثوي هو الاكثر شيوعا فيسموه الاكزيما. داكو اون جينيرال. كل طفح جلدي عندنا احنا نقولوا له اكزيما. سي بور سا، سي بور سا نحاول ندير الفرق بين الاكزيما و بصح عاميا هو الاكزيما. بما انه يندرج تحت كما قلنا تسميه الاكزيما، هل عندهم نفس العلاج ولا يختلفوا في العلاج؟ اكيد. نعم. اكيد يدخلوا تحت نفس العلاج. راح نطرقوا العلاج في نهايه الموضوع. نجوزوا للاسباب تاع المرض تاعنا. كما كنت قلت انه مع تطور العلم. نعم. مع تطور العلم ممس الدراسات الجانب الولايتي داخل فيها كي تكون الام ربما عندها هذا الشيء، الاب عنده هذا الشيء. فوالا اكزاكتومون. الجانب الوراثي قلت لك لاحظنا انه ما كاش سبب معين خلينا نحدوا ولا نعطوا سبب دقيق لظهور هذا المرض، ولكن نرجحوا انه غياب ولا نقص في مستوى تصنيع البروتينات الداخله في تركيب الجلد. يعني ايماجيني باللي عندك انت اون بو الجدار الجلدي تاعك والبروتينات ما فيهاش سوفيزامون كميه الاخر من البروتينات. هذا ما حيخلي البشره تاعنا حساسه ويخليها عرضه للعوامل الحساسيه. داكو. شوف دكتور هذا الجانب هذايا عندنا احنا دكتوره في امراض الجلد الدكتوره هاديه اللي تحضر معنا في عدد صح في البرنامج ديالنا. هذا الموضوع حنعالجوا معها في الجانب ديالها. انت قول لي اليوم ابنائنا لما يصابوا بهذا النوع من الاكزيما هل في حلول صيدلانيه هكذا بسيطه نقدروا نساعدوهم بها نتعاملوا معهم بهذا الشيء؟ تفضل. أكيد. في الاختصاص ديالك هذا المره. اكيد فضل. اكيد بيان سور. اول شيء كاين نروحوا للعلاج ديريكتومون. اكيد تفضل. نروحوا للعلاج ديريكتومون نشوفوا اللي يكون عندهم هذا المشكل نعرضوا عليهم حنايا كصيادله مضادات التهاب. بون تحت استشاره الطبيب بيان سور، تحت استشاره الطبيب. بون البروتوكول هو التهابات جلديه، التهابات مضادات التهابات الجلديه الستيرويديه وكذلك مضادات الحيويه الموضعيه على جلد شكل كريمات موضعيه. اكزاكتومون موضعيه. موضعيه نعم. كريمات او مراهم، مضادات التهاب، مضادات حيويه وكذلك مضادات الحساسيه ولا لي زونتي استامينيك لوكو باش نقصوا من شده الحكه، لانه الحكه هي اللي تسبب لنا تهيج اكثر. نعم. واكثر في البشره. انا سؤالي راح يكون بما انك صيدلاني يعني وش هي يمكن لابلونت ولا العشبه اللي تستخلص منها معظم المراهم اللي نستعملوها ضد الاكزيما؟ نشوفوا لابلونت ميتريس تاع هذا المرض. نستعملوا احنا الزيوت.
الزيوت لانها مغذيه اصلا. لما يجوا عندنا كون لو كاس بريزونتي على فارماسي نبريزونتيو عليهم غسولات ذات نوع زيتي من اجل تغذيه البشره واعاده ترميمها. هي مثلا زيوت زيت زيتون زيت نو زيت دوار الشمس عندنا زيت جوز الهند عندنا زيت بثور التين الشوكي كذلك عندها اكزاكتومون وي عندها ديزيفي سيكاتريزونت و ريباراتريس. بغيتي نديروها قبل ما نصاب بما انه عنده فتره على بالنا بلي مثلا بين الخريف والشتاء نمرضوا نديروها قبل ما نصاب كوقايه ولا اون فوا تبداو الاعراض نبداو نيتوليزيوهم؟ اون فوا على بالك بلي انت يا مريض بهذا مصاب بهذا المرض يعني وجب عليك دائما الوقايه من خلال لا بريكوسيون اكزاكتومون لا بريفونسيون من خلال استعمال روتين يومي يكون يتوالم مع نوع البشره تاعك ويتوالم مع المرض تاعك خصوصي الترطيب اللي هو العامل الاساسي في هذا المرض. طيب وحتما حتما كذلك في فتره الصيف لانه الناس ربما تبدا تقتني هذيك كيسموهم هذوك الكريمات لي كونتوطات اللي تحد لي واسمها لي زيكونتور ايوه هادو هما راح للاسم الله غالب ايوه الباقي تاع الشمس فكذلك فيها ربما نسب اللي لازم يستعملوها هاد الناس ماشي كيما الناس اللي بيان سور بيان سور بيان سور نسموها هذيك بلوس 50 ولا في اس بي اف 50 و اس بي اف 100 بون اس بي اف 50 سي سوفيزون بور لي جون كي زون لا مالادي لا دارماتيك اوكي اوكي واضح. حبيت نعرف يمكن في الجزائر هل عم بالك عندنا بزاف حنايا ثقافه سورتو في الاعشاب وكلش ثقافه لي زاستيس غرومير يعني كاين بزاف بالك يديروا خلطات في الدار يديروا خلطات هل تكون عندها يعني اعراض جانبيه اللي يقدروا يجيو لكم في يعني اون يجيو لكم في مرحله متقدمه جدا من شوفي الطب البديل اسمح لي لانه كما قالت زهره احنا الحاجه اللي تصنع في الجسم تاعنا نابليكيو زيت زيتون احنا هذه قلت لك زيت زيتون زيت زيتون ولا قارص ولا قهوه ولا احنا هكذا شوف نقطة مهمة جدا قادر تكون هذا عامل محفز للإكزيما التأتوبية وقادر يكون علاج مثلا عند الأطفال أقل من عامين ما نقدرش أنا نعرف وليدي واش عنده حساسية من كل بلونت ولا من أي زيت ولا سان ريسك سان ريسك أبخوندر و فو فريمون فار اتونسيون ا سا وتسليط الضوء على هذا الشيء انه ماشي اي حاجه ينصحونا بها عم شاب نروح نجربها في وليدي اللي هو نوريسون رضيع فيمكن تستشير الطبيب او الصيدلي في مثل هذه الحالات انه ينصحك واش دير باش تنقص الاعراض. نعم يمكن هذو كانوا بعض المعلومات لكن حبيت نطرق لواحد الموضوع. تفضلي زهره بيان سور. طب الصيدله ولا اختصاص الصيدله بزاف ناس على بالنا حنا باللي تخدموا غير في لافارماسي جوست دوايتو لكن اختصاصك اللي هو صيدله جلديه صيدله جلديه وعلوم جلديه اختصاص جديد ولا كاين من بكري ولا حبيت نعرف معلومات على الاختصاص تاعك؟ نو الاختصاص هذا جديد الحمد لله هذا العام افتح في جامعه الجزائر واحد انتم الدفعه الاولى من اول دفعه محظوظين بك الله يسلمك شكرا نحن اول دفعه في هو ماستر مهني يعني بعد ما نتحصلوا على الدكتوراه نروحوا للتخصص صيدله دكتور في الصيدله ومن بعد نديروا سوا تخصص التخصص العادي اللي ياخذ منا 5 سنين ايتو هذا التقليدي الكلاسيك اما لاول مره في الجزائر يفتح تخصص لا ديرمو فارماسي اي لا كوزميتولوجي Il existe à l'étranger, mais pour la première fois en Algérie, nous devons par un concours d'accès et tout. ورانا في التخصص هذا 30 واحد اللي نحييهم بالمناسبه. تحيه يعني راكم تربوا على الوطن. تبقى 29 واحد تقدروا تجيبوا اسماءكم. ربي يوفقهم ان شاء الله. ربي يوفقهم. تحيه الكامل لل 30 كامل تحيه يعني 29 زائد عبد الرؤوف. تحيه ليكم فريمون تخي تخي كونتون يعني انه خاصة ثقافة الأعشاب شوية يبالك ناقصة شوية احنا عندنا كجزائريين عفوا يعني احنا غير نعناع الزعتر والويزة واستعمالها العشوائي خصوصا واستعمالها العشوائي وكي ندخلوا عند العشاب ونلقاوها لابس طابلية بيضاء ويمد لنا الخلطات هذه هي الحاجة اللي فغيمون سي تخي دونجورو على بالك يدير الخلطات وحده تقول بك واش عندك ويدير لك أكيد أكيد سي بور سا لا فاكولتي دي ميديسين بونسي أ سا دو ريغلومونتي l'utilisation des produits pharmaceutiques. Nous avons un professeur de la santé qui travaille dans la ministère de la santé et qui a dit qu'il y aura un
ممكن يهضر على كان يتكلم على هذا صح الله يسلمك. دونك كان لازم انهم يقننوا هذا المجال وخصوصا من الاستعمال المفرط والعشوائي لمستحضرات العنايه بالبشره اللي نلقاهم يتباعوا باختو واللي هما دي برودوي دارمو فارماسيوتيك اللي فيهم مواد كيميائيه قادر تكون خطيره بيان سور قادر ما تولمكش انت وتولمني انايا اي فيس فيرسا سي بور سا خلاهم تحت رعايه دكاتره الصيدله انا جميل جدا يعني تتعاملوا نظن مع اطباء الجلد بكثره ويكون بيناتكم تواصل كيفاش يعني كنا مثلا الشهر اللي فات برك كنا بريزونتيو سيرفيس دو سي اش يو مصطفى سيرفيس درماتولوجي اللي نحييهم بروفيسور زبيري كنا مباشره في لي كونسلطاسيون مع مع المرضى اكزاكتومون بالتعاون مع الطبيب نناقشوا العلاجات الممكنه ونقترحوهم وتكون كاينه اون تري تري بال كوبيراسيون تعاون جد رائع اللي ان شاء الله نشوفوا ثمرته ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله يا رب الله يسلمك فريمون حبيت مرورك معنا والله وسختو سي نوفيل سبيسياليتي يعني مليحه انه يعني سلطنا الضوء على هكذا تخصص جديد يدخل في جامعات الجزائر نعم انا فوق ما اكمل انا كذلك لانه الدكتور عبد الرؤوف بن حملاوي اللي هو دكتور في علم الصيدله وكما ناقش مع موضوع مع الاثناء وصلنا للموضوع يمكن التفاؤل تاعنا تاع نهار اليوم طرقنا ليه على بالي بلي كما راكم تستناو فيه هو موضوعنا كيفاش نتجاوزوا الصدمات نتاعنا وهل يعني نعرفوا كيفاش نخرجوا من الصدمات يعني وحنا يعني يقول لك سافوار كيتي لا طابلي تاع ناخ اسكو نعرفوا نقوموا ابخي دا صدمه نفسيه طويله هذيك فيا ناس يا طيبين انتم اللي كنتوا تشاهدوا فينا تقدروا الان ترفدوا الهاتف تاعكم وتفاعلوا معنا في هذا الموضوع لانه حضرت معنا المختصه النفسانيه احلام اي تحدى حتى ناخذوا من كلام المختص الفوائد والنصائح اللي تفيدنا حتى نخرجوا من الصدمه النفسيه شكون فينا ما وقعش في الصدمه النفسيه وممكن انه كيما الاكتئاب قلت الخطره اللي فاتت ممكن انه نكونوا في صدمه نفسيه وحنا ما على بالناش بلي هذه هي بالذات فخلينا نتكلموا على هذا الموضوع مع المختصه النفسانيه حدينا احلام يتحدى صباح الخير مرحبا صباح الخير عليكم صباح الخير على متابعين الشروق الوغ الموضوع تاع اليوم موضوع ثقيل وموضوع باسكو جد مهم كيما قلتوا ممكن نكونوا مرينا بصدمه نفسيه وحنا ما على بالناش اذا هذه راهي صدمه نفسيه ولا لا لا علاش باسكو الحاجه اللي انا نعتبرها بالنسبه ليا شيء صادم تقدر زهرة تشوفوا باللي راهو شيء غير صادم باسكو زهرة عندها صلابة نفسية واش معناتها صلابة نفسية هذيك لا ريزيستانس هذيك القوة هذيك لا ريزيليونس بلوتو هذيك نقدر كيفاش نواجه ونقدر كيفاش نتعامل مع هذه المواقف مثلا انا وياها رانا نمشوا برا شفنا اكسيدون انا نقولها خلاص ما زيدش كاع نسوق طوموبيل باسكو شفت اكسيدون خفت وخلعت ويماجين انا راني في بلاصتو زهره تقول لي لا لا عادي المهم ما صراتلناش لينا الحمد لله وسي بون خلاص انا نقدر نتعامل كل واحد تقبلوا الامر exactly. ولكن شوفوا لما زهره تلقى بقط صدمة نفسية ما نحكي لكش اكتئاب حاد نعم ممكن تكون هذه فوبيا نتحدث عليها ان شاء الله في بالك السمانة الجاية وعلاش لا دونك هنا في هذه النقطة هذه تاع انه حنا كيفاش لا بيرسيبسيون تاعنا الادراك تاعنا للمواقف هذا راجع للتنشئة النفسية تاعنا حنا كيفاش كبرنا حنا كيفاش كنا صغار كيفاش تربينا كيفاش تعلمنا مع التجارب تاع الحياة دونك الصدمة النفسية تختلف من شخص إلى آخر حسب هو قدرة استيعابه قدرة الاستجابة تاعه للمواقف المؤلمة اللي يعيشها في حياته صح هذوك واش هما الأعراض اللي نقدر أنا ينطيح فيهم باش نفيق باللي هاو عندي صدمة نفسية دونك أول شيء الصدمة النفسية تقدر تكون حدث كبير مثلا زلزال أو تعرضت للخطر لدرجة الموت أو عنف أو اعتداء جنسي أو تحرش جنسي أو مثلا فراق مثلا توفى لي شخص قريب عليا بزاف وانا موت فجاه مثلا قادر يولد صدمه نفسيه كيما قادر يكون حدث ماهوش كبير بزاف ما راهوش مثلا احد الكوارث الطبيعيه كيما الزلزله كيما ما ماهيش حاجه كبيره بزاف بصح في نفس الوقت خلاتني نفس اعراض الصدمه باسكو انا الادراك كيما قلت دوكا كيما كنت نشرح الاستجابه تاعي للحدث شفتها باللي حاجه بزاف كبيره دونك هنا كاينين بعض لي سامبتوم واحد الاعراض راح يخرجوا علينا
كيما مثلا دي كوشمار، نكون نحلم بزاف بهذه الحاجه اللي انا يا عشتها ولا شفتها ولا صرات لي، دي فلاش باك، تما راني قاعده هكا نقصر معك وانا غصت وراني نخمم في واش صرا لي ولا راني وكانه عاود استحضرت نفس الوضع بالضبط. هذه هي الفلاش باك. اوكي، احنا ما نديروش دي فلاش باك، احنا على المباشر نستقبلوا مكالمات تاع المشاهدين ديالنا حتى نشوفوا رايهم فيما يخص هذا الموضوع ونتكلموا معاهم في بعض الحلول اللي ممكن نقترحوها لهم. صباح الخير، مرحبا. الو، صباح النور. اهلا بك، مرحبا سيدتي. واش راك اخ صالح؟ لاباس الحمد لله، خير وعافيه، وانتم لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راك الاخت زهره؟ لاباس عايشه، كنتي يا صافا؟ الحمد لله. واش راك الاستاذه؟ لاباس الحمد لله، وانت يا بخير؟ لاباس الحمد لله. يا من نشاطك وجمال صوتك نظن انه ما راكيش في صدمه. الحمد لله. لا لا، الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا الحمد لله. ولكن حبيتي تشاركي معنا في الموضوع؟ نعم الحمد لله. تفضلي. حبيت باش نشارك في المومون تاع الكوفيد. انا مرت عليا صدمه في المومون تاع الكوفيد. نعم الكوفيد. دخلت في كآبه. اوكي. وبعد بتي بتي وليت بتريتمون ومن بعد الحمد لله. يعطيك الصحة على المشاركة تاعك هذه اللي راهي رايحة تشجع بزاف ناس اللي راهم يسمعوا فينا انه نتعالج وامر طبيعي. اليوم راكي بيان الحمد لله. طيب واش هي اللي تحبي تشاركي معنا اكثر؟ واش هي الحاجه اللي خلاتك تدخلي في تتجاوزي فوالا تتجاوزي هاد المحنه؟ وثاني واش هي الحاجه اللي خلاتك تدخلي في كآبه؟ اسكو الخوف من الموت. اوكي. داكور. هذه هي خلي وسواس الخوف من الموت. وكيفاش تجاوزي؟ وليت نشوف هكا ديكا، ما عندنا نخدم في لوبيتال في مستشفى، وليت نشوف هكا ديكا قدامي وليت نخاف. وكيفاش تجاوزتي هذا الامر؟ يعني هذه الصدمه احنا حابين نعرفوا كيفاش طريقتك حتى تجاوزتيها وتعيشتي معها. والله غير بزاف عانيت شويه باش تجاوز لي الصدمه. وكيفاش؟ واش كانت الطريقه ديالك؟ والله غير حتى رحت عند الطبيب باش باني تريتمون باش ريحت، ولا رقد ولاش ما يجينيش. داكوغ. ممتاز، يعطيك الصحه، ما يكون غير الخير ان شاء الله. اي سلمك، ربي يخليكم وصحيتك وكثر خيركم. يومك طيب، يومك سعيد. في حالات هكذا. وي. تكلمنا على زلزال واقعة كبيرة، ولكن حاجة بسبب المرض. حالة صغيرة، انه كان اكيد الفترة تاع الكوفيد خلات بزاف اثار لي جوسكا مثلا، كاين مازال ناس راهي تتعالج على الاثار تاع. نتذكر هذيك الفترة تاع نشروا حاجة من برا نغسلوها لها بالجافيل. تاع بالبغوص هذوك. سبحان الله، ربي ان شاء الله ما يعاودش يشوفنا هذوك الايامات يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. مي خطوة بزاف شجاعة من طرفها انه ما بقاتش تعاني وحدها وراحت لجأت الطبيب مختص اللي يقدر يعالجها. على بالك استاذه احلام، البروبليم سيكو كاين ناس عم في صدمه لكن كيما واحد شغل يكذب روحه باللي فهمتي كيفاش حتى الانسان انه يتاكد ويواجه هذيك الصدمه تاعو زعما باللي سي بون راني انا راني فوق جو. اول نقطه كامل هي انا كي نتواصل مع روحي، وثاني شيء اني كي نكون انا واعي باللي واش راهو يصرى لي هاهو عرض من اعراض الصدمه النفسيه. يعني نتقبل باش نتقبل هاو كاين دي بروسيدور راني راح نجوز عليهم باش نوصل لمرحله التقبل، بصح اسكو انا راني واعي باش راني نجوز عليه دوكا. كنا نهضروا جوستومون على الاعراض اللي فلاش باك، اني عندي صعوبه في النوم، صعوبه في الاكل، اسكو مثلا نتجنب انا ما نحكي في هذاك الموضوع ولا نتجنب انا الاشياء اللي تفكرني بهذاك الموضوع الصادم بالنسبه ليا، كيفاش النفسيه تاعي مر ما عشت انا هذاك الحدث الصادم. اسكو راني فعال ديما في العمل تاعي في الاشياء اللي راني نقوم بها ولا لا راني نخفض الريجيم تاعي؟ اسكو راني نحس باعراض تاع الاكتئاب اللي كنا تحدثنا ديجا عليها من قبل؟ اسكو كاين اعراض تاع قلق؟ راني ديما خايف ديما مونغواسي. تما كي نشوف انا هذا التغير في الحاله النفسيه تاعي راح نطلع علامه استفهام او فرضيه تاع اسكو انا راني نمر بصدمه نفسيه ولا حاجه. اسكو حنا نسمعوها بزاف في المجتمع تاعنا، يقول لك والله غير تشوكي تاني مشوكي بصح ولا عندي خلعه قديمه. اوكي، مي اسكو صح راهي صدمه نفسيه اللي خصها علاج ولازم تتعالج، ولا راهي مجرد خوف انه انا تعرضت له ما وصلش لدرجه الصدمه؟ ابخي كيما قلت لك يقعد ولا على حسب الشخص. كاين اللي يشوفوا راهو شيء صادم، وكاين اللي يشوفوا بلي ما راهوش شيء صادم بالنسبه ليه. وكاين ثاني بزاف اللي يقول لك علاش حتى لدوكا باش تفكرت انا واش صرا لي كي كنت صغيره، وعلاش حتى لدوكا كي راني كبيره باش تفكرت الصدمه اللي عشتها انا بكري. كاينه حاجه اللي نسموها لا ميموار تروماتيك، الذاكره اللي تعاود ترجع
مور ما حنا نكونوا كبرنا وبنينا شخصيه ولاو عندنا دي ميكانيزم باش حنايا نحميو النفسيه تاعنا، واش اللي صرا تولي الذاكره تاعنا تفكرنا باحداث عشناهم ديجا من قبل، نكونوا ديجا نسيناهم جوست كو باسكو نساتنا فيهم باش نقدروا حنايا نفونكسيونيو ونقدروا نتواصلوا في حياتنا ونكبروا. دونك واش اللي صرا كي تشوفنا باللي رانا واجدين ورانا مستعدين باش نعاودوا نتفكروا هذوك الامور، تعاود تفكرنا فيهم باش نخدموا عليهم نشتغلوا عليهم نحيوهم من الطريق ونولوا خفاف وفي النفسيه تاعنا تولي احسن. اكزاكت. انا مكالمه هاتفيه. صلاح الو صباح الخير. الو صباح الخير. الو نسيت باللي عيطت. صباح الخير اهلا. الو صباح الخير خويا. نقصي التلفاز فقط، نقصي التلفاز. صباح الخير اختي زهره. صباح النور الفل ياسمين. نقص في التلفزيون ولا بدل الغرفه باش تسمعنا غير من الهاتف؟ من فضلك. نعم. يعطيكم الصحه على الموضوع هذا بزاف. شكرا. اسمعينا عبر الهاتف رجاء لانه قدام مجبور انه نقطع المكالمه. بسمو على الصدمه النفسيه تاعي، عندي مرض السكر شغل في الجوف تاعي الاولاني، طرات لي صدمه كبيره. طيب مازال تسمع فينا من اسمعينا عبر الهاتف رجاء. نعم. حتى نتجاوبوا معاك. معليش نخليو المكالمه مع الكونترول وهما يعطيونا التساؤل نتاعها. ولكن فهمنا عليها. هدرت حاجه بزاف مهمه، قالت باللي انا في الحمل تاعي الاولاني تعرضت لصدمه نفسيه وجاني مرض السكري. تقدر تكون الصدمه النفسيه قويه بزاف لدرجه وين انه انا تولي لي مرض عضوي، يجيني السكر، تطلع لي لاطونسيون، يصرى لي شلل. لو يعني نبقى معاها لا لا، لو كان زعما تكون زعما صدمه بزاف قويه وانا مثلا زعما النفسيه تاعي ما قدرتش كيفاش تتحملها، كاين بعض الاشخاص اللي شغل يروح عند طبيب. كاين اللي قلت لك كيما قلت لك يصرى لهم شلل، جي فيو ان كا وين اليد تاعها كامل يبست، راه في كاع لي زاناليز دارت كاع لي بيلون شافت كاع لي ماشي مشكل عضوي، مشكل ما كانش مشكل عضوي، مشكل نفسي تلمو هذاك ليفينمون اللي عاشته كان صادم بزاف. لو كور تاعها الجسم تاعها دار رده فعل وين انه اليد تاعها يبست كامل. طيب استاذ احلام سامحيني فقط كنت راح تستعرضي باقي الافكار، ولكن اليوم جاتني فكره انه الانسان ربما لو يصاب بصدمه في مكان ما، مثلا نفرضوا مثلا جاتني انا هنا صدمه في بلاطو صباح الشروق، فمن العجيب في الامر انه نولي عالجتها اوكي جازوا سنوات وسنوات، ولكن نولي كل ما ندخل البلاطو نعاود نستذكر نفس اللحظات ويعاود يولي لي نفس الشعور. فكيفاش نقدر نتخلص من هذا الشيء؟ جوستومون وقتاش نعرف انا هذه جوستومون تجاوزت هذه الصدمه، تولي كي تجي مثلا غدي السردي. شكون ثاني تكاين يعالج بالمعرفي السلوكي، العلاج المعرفي السلوكي يشاع انه ناجح مع الاضطرابات تاع الاكتئاب والقلق، بصح كاين اللي يخدم ثاني تمام به على الصدمه النفسيه وعندهم جميل. نتائج بزاف مليحه. دونك العلاج تاع الصدمه النفسيه لازم يكون مع مختص نفسي ولا معالج نفسي يكون مختص في بصح واش هما الاشياء اللي بالك نقدر نديرهم انا كي يصرى لي هذاك الشوك؟ دوك تقول لهم منا. انا استقبل مكالمه اللي ان شاء الله هذه المره تسمعنا عبر الهاتف. يلا صباح الخير. صباح الخير. اهلا بك. صباح انوار مرحبا بك. صباح الخير وصباح النور على كل طاقم الشروق. مرحبا. نشكركم ونشكر الاخصائيه النفسانيه على الموضوع الجد مهم. صح. بالنسبه عندي سؤال بالنسبه للاستاذه. تفضلي. كان عندي كما قالت الاستاذ المتصله اللي مقبل صدمه من الكوفيد. يعني اللي اثر بزاف النفسيه، اللي كان عندنا خوف من الموت، وهذيك الصدمات النفسيه تؤدي بالانسان الى العزله، تؤدي بالانسان الى فقد الشهيه، عدم النوم، الارهاق، فقد الوزن، هذا كله كيفاش نقولوا كان لازم الانسان ماشي غير هو وحده اللي يقاوم هذا المشكل تكون فيه، هو المحيط او الجانب الاسري لازم يساعده. ولكن الانسان تبقى دائما عنده خوف من هذه الحاله كنت عاود تصرى له، باسكو علاش ذاك الشوك فريمون بزاف صعيب. طيب سيدتي انت ربما مريتي بهذه الحاله وكيفاش تخلصتي منها؟ الحمد لله تخلصت منها بالقران الكريم باللجوء الى الله تعالى. نعم. الواحد الانسان دائما على بالنا احنا في الانسان ما
حتى ويكون عنده قوة الإيمان، ولكن سبحان الله يكون عنده ضعف في بعض الحالات. أكيد هذا هو الإنسان صح؟ نعم؟ هذا هو الإنسان بطبيعته صح؟ هي حتى ويكون عنده، ولكن كتجيه الصدمة سبحان الله. احنا نقولوا ربي قدرنا وربي قوينا. وثاني بال رحت لطبيبة والحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. دوك الاستاذه تجاوبينا اسكت الانسان يبقى يحمي نفسه من هذه الصدمات. يبقى دائما خايف، دائما تبقى خايف اي شوك يخاف يعاود يرجع له واش صرا واش صرا له مقبل. ان شاء الله بعيد الشر عليك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا على الراي ديالك. ونشكر كل استاذه ونشكر كل طاقم الشروق. يومك طيب. يومك طيب. يعطيها الصحة على المشاركة تاعها. كيف كيفية تاني تشجعت على أنه نشوفه ولا أخصائي ولا طبيب. في نفس الوقت ذكرت نقطة بزاف مهمة هي الجانب الروحي. في بزاف ناس اللي الجانب الروحي يكون فعال بزاف عندهم وهو اللي يعاونهم باش يتجاوزوا المحن ولا الصعوبات اللي يعيشوهم في حياتهم. دونك من بين الاشياء اللي نقدروا نحميو بهم نفسنا نبداو من هذه النقطه انه انايا نفعل الجانب الروحي تاعي مهما كانت ديانتي راهو رايح يعاونني باش انه انايا نقوي الصلابه النفسيه ديالي. هذه اول شيء. ثاني شيء باش نحمي نفسي خصني انا نخدم على افكاري من خلال ما انه انايا نكون موجد روحي الامور اللي قادره تصرالي في الدنيا. يعني نشوفهم ما في عود ما انا نولي نشوفهم باللي راهم مشاكل كبار، نشوفهم باللي راهم دي زيكسبيريونس راهم تجارب. يعني مثلا الكوفيد كاين اللي عاشوا كمرحله صادمه بصح اليوم رانا كامل عايشينها كتجربه انه يجوزنا في تجربه صعبه ان شاء الله ما ترجعش. ايه ان شاء الله اكيد انه كانت تجربه بزاف صعيبه بصح هذيك تجربه قواتني، خلتني نتعلم، خلتني نعرف كيفاش نتعامل مع الاوضاع هذوما، خلتني كيفاش كاين بزاف اللي فقدوا ناس عزاز عليهم في هذيك الفتره هذيك ربي يرحم جميع الموتى ان شاء الله. خلتني نعرف انه كيفاش نستمر في الحياة، خلتني نعرف كيفاش نتعامل مع هذه الظروف الأليمة كامل. ثم كي نكون تخمامي يكون أنه مهما كان الوضع راهو واعر، مهما كان الحدث قوي والمحنة كبيرة، هاو على بالي بلي أنا راح نقدر نتجاوزها، نوجد روحي نفسيا بلي ما رانيش وحدي، كاين ربي معايا، راني رايح نقدر نفوتها، وبلي هادو ما سي دي زيكسبيريونس دو في اللي راهم رايحين يعلموني باش نزيد نتعلم أكثر، وماهيش حتكون نهاية العالم. دونك أنا كي نكون نهضر هذا الحديث المطمئن المهدي لنفسي، نفسيتي راهي رايحة تكون مصدقة لهاد الهضرة هادية، باسكو مريت ديجا عليها في التجربة، مانيش نهضر باش برك نهضر مع روحي ولا نكلخ لروحي، ما عندي ديجا دي زيكسبيريونس اللي نفسيتي راهي راح تتكي عليهم باش تقدر تستقبل اكثر الاشياء اللي راهم جايين بلوطار. فوالا. كنا تاني تقولنا كيفاش نقدروا نتعاملوا اذا كان تحطينا في صدمه نفسيه هكايا ولا عشنا حاجه. اول حاجه كامل قلنا انه نكونوا واعيين باللي رانا نمروا في ازمه نفسيه، من خلال ما نكون متعرف على الاعراض اللي راهم يجوني وكيفاش انا راهم ياثروا عليا وعلى حياتي اليوميه. ثاني شيء نقدر نديره هو اللجوء الى شخص قريب ولا شخص اللي يقدر اللي انا نوثق فيه، سواء من العائله او صديق او زميل، المهم الشخص اللي يكون انايا تاع ثقه، انايا راني نوثق فيه ماشي اي شخص وخلاص. التفريغ لما نحكو على الحدث الصادم اللي عشناه يساعد بزاف باش انه انايا نديكاجي شويه هذوك المشاعر المقلقه اللي تكون فيا. ولكن اهم شيء انه نكونوا في منطقه امنه ولا في بلاصه امنه، مثلا في غرفه امنه ما يكونش فيها ان ديرونجمون تليفونيك ولا فيزيك، واحد ما حيدخل عندنا، واحد ما حيقاطعنا في المحادثه تاعنا. هذه اول شيء. ثاني شيء اهميه كما كانت قالت لنا دوكا في المكالمه المحيط انه يعاون بزاف. دونك اهميه الشخص اللي انا راني نشارك معاه باش هو راهو رايح يعاونني انه انا نفرغ شويه هذوك المشاعر، نحاول اني انا نعتني بروحي اكثر، ندير اشياء اللي تخليني انا نرتاح اكثر. يعني دا انا يا زعما في النهار نتهلا في روحي زعما 5 مرات ولا 6 مرات، فهذيك لا بيريود نكون نتهلا في روحي الدوبل باش برك انايا نرفد روحي. واش معناتها نتهلا في روحي؟ معناتها ندير حوايج، ناكل ماكله اللي انا نحبها، نشرب حاجه اللي انايا نحبها، طلع المورال الروحي كما نقولوا اكزاكتومون، شغل نسيي كيفاش نعاود نفعل الموارد ديالي
اللي انا راح يعاونوني باش نرفد شويه روحي، وفي نفس الوقت الجا الى معالج نفسي باسكو كي نهضروا هكا على الصدمه النفسيه دوكا ما كاش انكا قدامنا اللي عاش صدمه نفسيه، مي راهي حاجه بزاف واعره. يمكن الحالات اللي يحطونا في صدمه نفسيه هي صدمه الفقدان، مثلا انه يموت شخص ولا نعم الفقدان هو يمكن ان نشوف هو اقوى الصدمات، لانه حاجه اللي ما نقدروش بلكن نعاودوا نرجعوها. فوالا فوالا بالنسبه ليك تشوفيها انه حاجه هي الوعره كامل. بالك بالك إيه هو مجرد سؤال يختلف الامر بالنسبه لي كذلك. هذا هو بالنسبه ليك صالح إيه. كاين انا عندي دي باسيون تقول لي لو كان بعيد الشر عرفت باللي بابا مات نبكي عليه شهر شهرين ثلاثه ونقتنع باللي مات خلاص وندعي له بالرحمه ونصدق عليه، ولا هذه المعاناه اللي راني عايشتها كل يوم راني خايفه يموت. يعني تخوف يسبب الخوف والله هو النفس. وصالح على بال نفس الاحساس هذه لا باسيون تاعي وي نعم عليك ان شاء الله تاع القلق من فقدان وي لا بور خافي من انه تفقدي الناس اللي عزاز عليك. وي تقدري تشوفي مختص نفسي فازي رجيها معليش يعطيك الصحة على ثقتك في المشاركة تاعك هادية، حاجة بزاف شجاعة من طرفك زهرة انه راكي تشاركي معانا ومع المشاهدين اللي راهم قراب ليك دوكا ولاو عائلتك، وفي نفس الوقت انه راكي تشاركي هاد المعاناة هادية باش يشوفوا باللي وي حتى زهرة هذيك اللي تشوفوها هكا قوية المالحة فيها هذا الانسان صح كما كمل الناس. يعطيك الصحة على المشاركة تاعك زهرة. تقدري تخدمي على هذه الحاجة جوست من خلال ما أنه أنا ينسي نرجع شوية للور وش عندي قصة أنا مع الفقدان، كيفاش أنا عشت هذه التجربة هذه تاع الفقدان، أسكو عشت حدث صادم مع الفقدان ولا أنا مجرد خوف وأفكار مقلقة راهي تجيني. إن فوا تنبشي شوية في هذا الموضوع راح تكتشفي أنه ها وقال وقتاش عشت فقدان وأثر بزاف عليا وعلى بها وبقيت ديما انا خايفه من اني نفقد الاشخاص، وتتعالج هذه الحاجه. يعني ما راهوش مشكل هكا زعما ما عندوش حل ولا حاجه، الحمد لله دوك العلم تطور تتعالج وتولي انت تعرفي كيفاش تراسوري روحك. تما كيجوني هذوك المشاعر تاع الخوف ولا نعرف كيفاش نحكي مع روحي في هذاك الموما باللي راني في امان، الشخص اللي راني خايفه اني انا نفقده راني في علاقه امنه معاه وما كاش حاجه راح تخليني نفقده. واهم شيء نحكي مع روحي باللي انايا على بالي باللي مهما واش يكون راح نقدر كيفاش نتجاوز، باسكو انا كبرت، باسكو انا تعلمت، باسكو انا عندي تجارب في الحياه اللي راهم رايحين يخلوني اني نواجه المواقف هذوما الصعبه ولا الاليمه اللي راهي رايحه تجيني. كيف هالمحيط يساعدني؟ الناس اللي قراب عليا، الناس اللي يكونوا معايا اثناء لما نكون ربما في صدمه هكذايا، كيفاش يقدروا يفيدوني؟ من خلال ما يعرفوا يخيروا كلماتهم بكل بساطه. يعني ما نجيش انا نقول لك عليها تزيد عليها حاجه ما تستاهلش، حاجه ما تخوفش كامل ولا واش صرا لك يصرى لاي واحد ماشي غير انتيا. تشوني با لو سول، ما كل الاول ما كل الاخر. اكزاكت نسمعوها ايه حنايا نقولوها بنيه مليحه تاع انه باش ندير له كوراج باش نشجعوا منا، بصح يجيك في قلبك تقول له اسكت اسكت خليني خليني فوالا سي سا. دونك نحاول برك اني انايا نعرف كيفاش نطمنه انه يقدر يوثق فيا ويحكي لي بدون اي احكام، ما عادش نجوجيك، ما عادش نقول لك علاش راك تحس هكا ولا علاش راك تخمم هكا. وفي نفس الوقت راني رايح نحاول اني انايا نسي نفهمه ونوفر له جو تاع دفء وين راهو رايح يقدر يعبر بلا ما نقول له ستوب، بلا ما نقول له خلاص راك تزيد عليها هدرت بزاف وبركه ومنا. دونك المحيط من خلال ما يختار كلماته، من خلال ما يكون متاح للشخص هذاك اللي راهو يمر بفتره حرجه، نقدم له دعم، نسي كيفاش نوقف معاه، كيفاش نسمع له. ممتاز، حنا نسمعوا المشاهدين تاعنا من خلال الاتصالات ديالهم لما يتصلوا بينا ونقول لهم صباح الخير. معلو صباح الخير. صباح الانوار، مرحبا بك. صباح الخير صلاح، صباح الخير زهرة. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا. بدنا ندخل معكم في هذا الموضوع. طبعا شاركينا رأيك. سن يأس مبكر. سن اليأس المبكر هو اللي يدلك صدمة. ايه دخلت في اكتئاب حاد ولكن طولت ما خرجت منه. لحد الآن. واش تقصدي بسن اليأس؟ ما فهمتش كيفاش. تقدري برك تفهميني كيفاش سن اليأس شكل لك صدمة؟ يعني كيفاش شفتيه؟ يعني واش كانت نظرتك بخصوص سن اليأس؟ سن يأس مبكر صغيرة، لسه صغيرة وما عنديش الأولاد. داكور. عندي طفلة واحدة. داكور، ربي يحفظها لك إن شاء الله. إيه، هم بعد دخلت في سن يأس في
اكتئاب حاد، ولكن طولت مع الرقية ومع الطبيب ومع قراءة القرآن، لا بس شوية درك شوية ما نرقدش مليح وما ناكلش مليح لحد الآن في الوزن لحد الآن لحد الآن ما زال كي يعني في نفس الحالة؟ لا 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 نقص، لا بس ريحت شوية ولكن كانت حالة ياسر مش كيما برك، فترة صعيبة صح، كانت فترة صعيبة أكيد أكيد أنه الإنسان لما يفقد برك أنا بس شوية ما نقعدش في الليل وما ناكلش مرات وشوية نخلع كي نسمع حاجة نخدم إن شاء الله ما يكون غير الخير يا رب. أستاذ أحلام حتحاول تعطينا بعض النصائح حتى تساعد الحالة ديالك ربما إن شاء الله ما يكون غير الخير. شكرا على الاتصال ديالك، ربي يحفظكم. صح، يعطيك صحة، يومك طيب. تختلف الصدمات، تختلف الحالات اللي دخلنا في صدمة، ولكن ربما علاجها يبقى واحد، أنك تقبل الأمر وتعايش معه وتلتزم بالنصائح. اكزاكتومون، وتحاول أنه تشوفها كخبرة كما سبق وهدرنا دوكا، ونسيي كيفاش أنا نتعلم من هذيك الإكسبيريونس باش إذا تحطيت في موقف كيما هذاك ولا في صدمة كيما هذيك راح نعرف أنا كيفاش راح نتعامل معها. كيف نعاود نحاولوا نساعدوا السيدة اللي اتصلت بنا؟ كان سؤالها لأن كيفاش يعني نقدر نتجاوز صدمة أني في سن اليأس اللي هو سن اليأس وانقطاع يعني الدورة الشهرية. نعم، أول شيء نسقسي روحي أسك أنا هاد السيتواسيون عندي الكنترول عليها ولا لا، لا أسك أنا نقدر نتحكم في هاد الوضعية ولا لا، لا أسك كاين حاجة نقدر نديرها باش نبدل هاد الوضع ولا لا، لا الجواب راح يكون أنه هادي حاجة فوق طاقتي وفوق قدرتي. صح معيش رايحة تقدر كيفاش تبدل هاد لا سيتواسيون هادية اللي تحطت فيها، فبالتالي راح نحاول نعيش هاد المراحل تاع الحداد اللي انا راني نمر فيهم بطريقة اللي ماهيش رايحة تخلي ماهيش راح نأذي روحي بها. وش معناتها؟ من خلال ما انا نعيش مشاعري هذوك تاع الحزن حتى وين نوصل لمرحلة تاع التقبل كما قال عليها صالح. باش تجي مرحلة التقبل خصني انا ما نهربش من مشاعري، ماشي نقول خلاص خلاص دوك ندير كوراج لروحي نطلع مورا لروحي خلاص خليني ما نخممش في هذا السوجي، نروح نخرج نحوز نهبط للمارشي ندير كذا نهبط منها باش برك ما نخممش يعني نتجاهل مشاعري نتجاهلها ونتهرب منها. من المستحسن اني انا نواجهها، نواجه هذوك المشاعر، نواجه هذوك المخاوف انا اللي راهم يجوني، نواجه هذوك الحزن اللي راني نحس به من خلال ما نعيشه. معناتها نعيشه، نبكي حبيت نبكي نبكي، بالعكس كي راح نبكي راني نخرج كامل واش كاين لداخل، راهو رايح يعاوني باش انه انايا نكون بلوطار احسن واحسن. ابخي اذا كان طولت بزاف هاد المرحله ثم لازم نلجا للشخص اللي راح يعاوني من خلال ما يناقشني في افكار اللي راهي تدور في راسي اللي راهي تخليني مبلوكيا وقاعده في هذيك المرحله انايا ومش قادره انايا نفوت. استاذ احنا مش رايك ربما في الناس ربما تكون تحت صدمه وتفضل انها تفضل العزله، هل هذا قادر يكون مساعد اما انك تتفتح العالم هو اللي يساعدك اكثر؟ في بعض الاحيان يحتاج الانسان انه يجبد شويه هكا يقعد مع روحه شويه يهدر شويه مع افكاره يناقش يريح مع راسه اكزاكتو يريح مع راسه باش يفكر باش يخمم باش يعاود يراجع حساباته ويراجع نفسه. بصح وقتاش راهي رايحه تلعب ضدي كي نولي انايا نفقد كامل هذيك باسكو حنايا نحتاجوا للتواصل الاجتماعي هذاك، ما نقدروش كيفاش نعيشوا وحدنا، الناس للناس انسان بطبعه اجتماعي اكزاكتومون. دونك ناخذ بكل وعي القرار اني انا انعزل مش كيما تجي فورسي، مش كيما يقول لك ما فهمتش كاع حتى لقيت روحي بلي ما نحبش كاع نخرج من الدار. كاين فرق بين انه انا جبت روحي باش نخمم شويه وبعد نعاود نرجع لعلاقاتي مع اصدقائي ومع ناسي عائلتي زملائي في العمل نرجع عادي، كيما انه تجي فورسي شغل ما نفيقلهاش حتى وين نلقى روحي بلي راني منعزل. دونك اكيد العزله في بعض الاحيان مساعده جدا ولكن خصني ناخذ حذري منها. اذا انا شفت روحي بلي طولت بزاف في هذه الفتره هذه تاع الانعزال هذه نشجع روحي انا باه نخرج شويه باش نروح نشوف ناس باش انه انا نحكي مع ناس. اكيد راح تكون ثقيله في الانسان اللي يكون هكا تعبان شويه نفسيا شغل يكون حاب بصح تجي شغل ثقيله باش ينوض يروح يدير هذيك الحاجه، فبالتالي نحاول انه انا برك كيفاش نسي روحي من خلال ما قال يلا معليش اليوم نهضر غير مع
مع فلانه، مش شرط نروح نخرج ونحوس ونخرج مع صحاباتي ومنا، تنسي بك نعيط على فلانه نقصر معها شويه في التليفون، تشالنج صغير، وبعد بالعقل بالعقل راني حنعاود نريكوبيري علاقاتي. نعم جميل جدا. المشاكل النفسيه ربما متسلسله وعندها كلها علاقه ببعضها، تكلمنا مره القلق، قلنا القلق يؤدي للاكتئاب، تكلمنا على الاكتئاب، هل الاكتئاب ونبقاو معاه راح يخلي لنا ندخلوا في هذيك الامر تاع هذا المشكل تاع الصدمه النفسيه هذه نولوا غارقين فيها كدوامه؟ وفات صلاح كاين حاجه يسموها الاضطرابات المصاحبه، انا مثلا في العياده كي ندير بروتوكول تاع الاختبار تاع الصدمه النفسيه ديما نجوز معه اختبار تاع القلق واختبار تاع الاكتئاب، باسكو قادر الشخص اللي يعاني من صدمه نفسيه يكون عنده اضطراب مصاحب سيغولاتيف، ربما هي هكا حلقه ودور هكا هكا سيغولاتيف، قادر يكون باسكو راهو يمر في صدمه نفسيه جاه اكتئاب، انعزل وفقد الرغبه وفقد الشغف كل شيء وكامل، كيما قادر يكون مر بصدمه نفسيه وعنده قلق بزاف، دونك كيما قادر يكون عنده في الزوج صدمه نفسيه قلق واكتئاب مصاحب. وكيما قادر تكون صدمه نفسيه وحدها، نقول لك انا مانيش قادر نتجاوز هذاك الحاجه اللي صارت لي بصح في نفس الوقت انا ما عنديش اكتئاب ولا ما عنديش قلق، فبالتالي باش نجاوبك صح يقدروا يكونوا زوج اضطرابات كيف كيف، الامر يولي معقد اكثر. مش معقد اكثر باسكو كي نخدموا على الصدمه النفسيه اللي جابت الاكتئاب كي تحل الصدمه الاكتئاب يروح معها سبحان الله. طيب استاذ احلام، لانه عم يتساءلوا معنا المشاهدين وربما الناس بزاف يتساءل لما نكون في صدمه نفسيه وانا عندي دراري كيفاش ربما، لانه هذا امر واضح لانه راني في لقاء مباشر مع ابنائي انا ما نكونش مليح فحتما الامر راح يمتد لابنائي، كيفاش نقدر نحميهم من الوش نكون عايشه انا؟ صح أني سقسي بزاف. لا هينين أسئلتك هينين بزاف. سؤال بزاف مهم. دوك حنايا الأولاد هادوما ما جاوش من هذاك الشخص اللي راهو يعاني من الاكتئاب ولا من صدمة نفسية وحده. وحده عليك نور. كاين شريك. أكيد. هم شراكة شغل عندهم أونتربريز عندهم شركة وهم يسيو ينجحوها. أوب اللي راني شركة معاه ماهوش مليح. أنا واش ندير؟ جلو غلاف. نكمل. نسي نجبدوا معايا ومامتون انا راني نكمل. ثم الشخص اللي يكون زعما كأم او كأب راني نمر بحاله نفسيه تعبانه بزاف وعندي ولادي معايا عندي مسؤوليات تجاههم، راح نحاول ديجا نديليغي شويه لي طاش تاوعي للاشخاص اللي يقدروا يعاونوني. قال مثلا عندي بنتي في عمرها 10 سنين تاع 10 سنين تقدر كيفاش تسقم شومبرتها هكا شويه وحده ام ونقص حاجه من راسي. الزوج كذلك يقدر كيفاش ديجا نشاركه راح يكون على درايه وعلى علم بواش راني نمر، فبالتالي راهو رايح يتفهمني راهو رايح يحاول هو ثاني يشكل لي هذاك الدعم النفسي اللي كنا حكينا عليه من قبيل، لا يسمعني ما يحكمش عليا، وفي نفس الوقت راني رايحه نحاول انه انايا ما نجهدش نفسي بزاف، باسكو ديجا انا نفسيه تاعي راهي شويه شويه، واش قلنا؟ قلنا نسي نطلع المورال روحي، تسمى الوقت تاعي والطاقة تاعي راهي رايحة تكون لروحي أنا. معظم الأمهات اللي يجوني للعيادة أول حاجة كامل نبداو نخدموا عليها كيفاش نعاود نطلع نقول لهم نفسية تاعنا صاير لها كيما الباتري تاع التليفون، أون فوا تكون فابل واش نديرو؟ نروحو نحطوه يتشارجا باش تطلع لاباتري باش نقدروا نيتيليزيوه. نقولها سي لا ميم شوز معاك انت، لاباتري تاعك راهي ناقصه، دونك خصنا ديجا نسبقوا قبل فيك انت ومن بعد نروحوا لحوايج واحد اخرين. كيف سي سا انا كأم ولا كأب خصني انا ديجا نعاود نطلع قبل الانرجي تاعي نعاود نطلع انا قبل لي فورس تاعي باش نقدر نكون وظيفيه مع اولاد. ممتاز. وانه الناس ما ترددش في زياره المختص النفساني لانه أكيد. ممكن حاجه هي تفيدك بزاف في حياتك، خاصه الاستاذه احلام يتحدث اللي تعتبر من النخبه تاع في الجزائر في هذا المجال. نعم حربي حفظك. شكرا لك، محظوظين جدا بحضورك معنا. صح انا كل ثلاثه نفرح كي نجي. يعيشك يعيشك شكرا لك. ونحب نقول انه ثقافه المختص النفساني هي رقي، يعني هي ثقافه، يعني الانسان نظن انه كيسيب يقتنع انه انا لازم نروح عند سيكولوج سيك انت انسان وصلت لواحد المستوى جد جد راقي. انا نشوفه فريمون سي فريمون سي متصالح مع نفسك متصالح مع نفسك وسي تري ساج، يعني هي حكمه من المريض لانه نحب روحي كذلك ما خليتش روحي في معاناه. انا علاه نقعد نسوفري الوغ كو كاين بنادم خدمته وراهو قاري على كيفاش انا باش نكون بيان. اكزاكتومون. ونحب روحي هذه كلمه جميله جدا مليحه تليق موضوع انه بزاف ناس احلى ما يحبوش روحهم يحبوا الناس اكثر منهم. نعم اكتب. يعطيك الصحة أحلام، شكرا لك، لك يوم سعيد إن شاء الله. شكرا لك. حتى الجاي إن شاء الله نعاود نتلاقاو المواعيد. شكرا. ما نخلوكش تروحي هكذا برك، حنا بالنا بلي ربما كاين ربما الناس صدمات نفسية يخرجوها لما يطبخوا.
الميكروب صدمة يبرد قلبه في المطبخ. لا لا تفضلي معنا أستاذ أحلام عند الشيف نديم شوفان داير حالة. تفضلي أستاذة. يعطيك الصحة. تفضلي حتى نشوفوا الشيف نديم ولا يلحق الخطوات تاعو. نديم نعم مرحبا. جبت لك بسيكولوج سلكنا. يا عيسى تفضل. نعم اليوم درنا الاطباق تاعنا درناهم هالتي 100%. واش درنا؟ درنا لهنا حاسه الشوفان بالدجاج. انا درنا صوص بلونش درنا فيها غير بصل وزرو ديال سكر درناهم فيها ملح في الكحل شويه زيت زيتون درنا سيكخان دي بوليس درت الدجاج دخله خلط هاي صحه. من بعد لهنا كي طيب لنا لهنا لي بولي تاعنا لهنا الحيوان ديزو سوا ونضيفوا لهنا كميه تاع الشوفان. هادو هما اللي صحاب الريجيم هادو هما اللي يحبوا يسمعوا اللي يحبوا يشيان. هنا درنا كاني بيتزا بلاباط انا اللي درناها بالشوفان صافي. درنا دو ميزور تاع الشوفان شويه زيت زيتون ملعقه تاع خميره شويه سكر شويه ملح ولميناهم بالماء دافي. ولهنا درنا صلصه طماطم اللي ما فين حضروها. لهنا خينا كميه تاع طونطون درنا طون ناتور بالماء ودرنا لهنا شويه دوم تاع موزاريلا. لهنا الاجمل لازم نخيروا اللي فيهم موان ماطياج كراس اللي تكون فيهم باش نقعدوا الطبق تاعنا يكون هالتي. ودرنا كذلك ان كيك اللي درناه بالشوفان والموز. قلت لك الشوفان داير حاله. نعم اليوم درنا اطباق هالتي 100%. هنا الكيك تاعنا ما فيهش سكر داخل صافي. لهنا حليناه غير بكميه تاع الموز. صدق احلام قلتيها منذ قليل انه الانسان لما يحب يطلع لمورا الروح وياكل حاجه يحبها. اكزاكتومون وي و سي سا سي اني انا نطبخ حاجه اللي انايا نحبها راح تطلع لي المورال. واش علاقه الشوكولا بالمورال؟ قولي لي علاش الانسان لا زهره الانسان لما ما يكونش مليح ياكل شوكولا سوداء يولي بيان؟ اي باسكو تخفض من القلق لي زانغريديون اللي كاينين من الداخل راهي تتعاون كيفاش تخفض من هذاك الستريس ولا من هذاك القلق اللي يكون يحس به الانسان سورتو شوكولا نوار. ايه ترفع هرمون السعادة. اكزاكتومون ايه ترفع من هرمون السعادة اكزاكتومون. يعطيك الصحة أستاذ أحلام. يعطيكم الصحة لكم أنتم وتاليكم. شكرا جزيلا. شفنا نديم. نعم. كالعادة مبدع. ربي يخليك. عبك ريحة بس طلع. وش راح يجيب العشرة ونص. يعطيك الصحة نرجعوا لك في نهاية العام حتى نشوفوا الأمور كيف خلصت. شكرا لك أستاذ أحلام يتحدى. واش درت لهنا ليزيبيس تاعك؟ هذه لهنا درنا عشرة عطرية هنايا واللي حاب يدير زينة تاع الزعتر. اوكي نعم باش نكهو شويه هذيك لاباط هذيك باش تجي فيها فيها بنا. اكليل الجبل ما يطيبوش به؟ اكليل الجبل نديرو به لوصوص روش. اه وي نعم نديرو فيه لوصوص المقارون باش ما نكثروش من الزاخ خاطر فيه ذوق قوي شويه. وي صافي نقدروا نديرو به شويه لوصوص روش هذوك يجيو بنا ما انا صوص الطماطم هذه تقدر تخدمها به بيان سور. الكل تاعها يكون قاطع ولكن مفيد جدا. مفيد جدا مفيد جدا, نعم. جدا خاصه الاعصاب. خلينا نشاهدوا هذا التقرير الرائع مع زميلتنا اكرام مقرني اللي حضرت لنا طريقه العمل ولا طريقه الزراعه والتكفل والتعامل مع والاعتناء خاصه بنبته اكليل الجبل اللي ذكرنا منذ قليل مع الشيف نديم انه نقدروا نطبخوا بها. شاهدوا معنا. صباح الخير عليكم نتوما اللي راكم تشوفوا فينا متابعي برنامج صباح الشروق وفقرة جرين سبيس. اليوم حبينا نتكلموا على نبتة يحبوها معظم يعني النساء يستعملوها في الطياب وايضا هي يقولوا تستعمل للعلاج ايضا فيها فوائد كثيرة مليحة للمناعة. حنشوفوا كيفاش نغرسوها حيكون معايا مختص هو اللي حيعطينا تفاصيل كثيرة. يلا تابعوا. صباح الخير. اليوم احنا هضروا على نبتة اكليل الجبل هكذا. اكليل الجبل المسمى بالرمارة. الرمارة هذه مفيدة لعدة امراض. يطبخوا بها. انا نعرف يجوا عندي اصحاب لي ريسبون تاع الحوت. يخدموا بها يطيبوا بها الحوت. هذه المعلومة اللي عندي انا يطيبوا بها الحوت. وكاين اللي يستعملوها الامراض. تيزانة كل واحد واش يشربها. كاين اللي يبسوها. نعرف باللي اصحاب الجنوب يستعملوها بزاف. هذه النبتة تحتاج للشمس والماء. الشمس والماء. تربة في اي تربة تعيش. المهم هذه النبتة هذه ما تريزيستيش العطش. اكيا علاش نخدموها احنا في اكياس بلاستيكية؟ خاطش هذه النبتة هذه مطلوبة بزاف نديكوريو بها لي فيلا. لي صال دي فات لي زوتيل. يلا حنا حبينا نروحو نشوفو كيفاش نغرسوها باش الناس اللي راهي تتابع فينا تدي فكره.
الحجر الاولى هاي ليك قبلي طلب دائما يكون خفيف هايدا في هذيك هاكي اورسي نبداو الغرس فوالا اورسي هذيك تكون في وسط قبلي هايدا نزيروا لها شويه برك عندها شويه برك الحالة الأولى هذه هي المرحلة الأولى تبدأ منا يبدأ التكاثر أكلي الجبل هاوليك ماشي حاجة كبيرة يقول لك فين يكون أكلي الجبل ما يكونش ناموس ما يكونش ناموس صح ما يكونش ناموس حنا نديكوريو به قلت لك نخدموا به هكذا لي جاردة هكذا كاش والو ما دورش كاع الناموس نسقيوه شوية شوية ما شحال نسقيوه في اليوم؟ خطرة في 15 يوم كيكون هنا بقوبلي نسقيوه ما نزيدوش نولوا ليه 15 يوم باسكو كي نسقيوه الخطره الاولى حنا ماذا بينا يبس عليه التراب علاش يبس عليه التراب باش ما يدخلش الريح باش لي راسين هذوك اللي راهم يخرجوا جدد يكونوا دافين هاي لك عمليه تكاثر اكل الجبل بعدين نخلوه شحال من فتره نخلوه اموا يروح للمرحله الثانيه بالصاشي يروح الصاشي كيما يقعد في الصاشي صديقو تيجي الزبون ديالو ما نقدروش حنا الكليل نزيدو له باسكو كيما نقول لك 150 دينار 200 دينار ما نقدروش نزيدو له لي فري تاع البو فهمتي الكليل الجبل جامي فات 200 دينار معروف ماشي كيما ياسمين نقولو 400 دينار 300 دينار فوالا اكلي الجبل وي اكلي الجبل كانت هذه العشبه اللي اختارتها اليوم اكرام قراني نشكروها على هذه الجوله الجميله جدا محسود عليها اكرام كنت نروحوا معاها صالح وي انا نحب هكا هاد البلايص المشتلات وعباك الجميل في الامر انه بداوا يكثروا بدات الناس ثقافه عندها في ما يخص النباتات في البيوت ديالها ولا تدخل في الديكوراسيون كاع والنباتات سي اون ريسبونسابيليتي النبته يعني كي نديوها هي مسؤوليه كبيره لازم نعتنيو بها فهي كائن حي طبعا نعم هي كائن حي اكيد الجميل كذلك انه في بعض الاشياء الطبيعيه انه تكون تمشي مع الغذاء ديالنا ومع الاشياء اللي نطبخوها في البيوت ديالنا وبما انه رمضان راهو قريب فالحاجه اللي راهي منتشره بكثره والناس راهي تحوس على افضل الاسعار وافضل الجوده المليحه في هذا المجال وهي التوابل الطبيعيه زهره نعم التوابل الطبيعيه اللي هي بنينا ناتج على الميكرام اللي حافظ صحتنا ايضا كاين عدد من التوابل اللي مليحه لصحتنا وكل منطقه عندها التوابل الخاص تاعنا تاعها عفوا فاليوم تحضر معنا خبيره في التوابل الطبيعيه سيده ابزو اكولا صباح الخير اهلا بك سيدتي لاباس لاباس الحمد لله انتم لاباس الحمد لله يا عائشه كيقولوا خبيره في التوابل الطبيعيه يعني مجال عملك منذ سنوات غير التوابل الطبيعيه كيفاش جات هذه الحاجه جات بون صباح الخير عليكم كامل جات من باسكو بون من اليمات الجدة كامل هذوما متوارثة يعني فوالا هذه هي متوارثة متوارثة وزيد حاجة نحبها أنا نجي حتى نسمعك مليح لأن الصوت تاعك ما شاء الله عليه ولكن كي تهضري بالعقل حتى نجي قدامك مرحبا بك فوالا دونك أنا مختصة في التنشيف نتاع هذوما الطومات وكامل ومختصة في التوابل كل ما يخص الطبخ الجزائري الجزائري التوابل تاعو هو دوكا نجرو مول الفريك الفريك شربة الفترة تاع الفريك واليوم واش غنشوفوا معاك؟ اليوم تشوفوا معايا كيفاش نجففوا لك سهرة كيفاش الريحة اللي راهي هنا واش نقول لك ما شاء الله اليوم نشوفوا كيفاش نجففوا لا طوماط والبصل اللي هما كي نجففوهم يقعدوا مدة معانا طويلة وينفعونا في الطبخ نتاعنا اليومي حتى في الوقت اللي يكون الاسعار نتاع هادو مرتفع نرجعوا لهادوما اوكي نشاهدوا مع فوالا ما فيها هنا انه راهي طبيعيه هذه هنا سي لا طوماط عادي راهي نقيه نقيه مقطعه ايتو حتى البصل اوكي حتى البصل هكذا اوكي وكامل واش نسحقوا ودوك ما نسحقوا والو هادوما كيفاش نشفوهم نحكموا لا طوماط كيما راهي نقطعوها هكذا وكاين اللي يقطعها غير على زوج ديبون ما الوقت اللي يحب وقت غابيد يقطعها هكا يحب وقت طويل يقطعها برك على زوج اوكي ونحطوها تنشف فوق دي بيان سور فوق حاجات الصحيه حاجه فوالا بروبر باسكو لا بروبرتي تلعب ان دور ان رول
دونك نحطوهم نديروا لهم شويه ملح من الفوق هكذا، معليش ندير فوق لا سيغ بيان سير يخا حتى يشوفوا المشاهدين. فوالا باش حنا نحبوا حاجات بسيطه هكذا حتى اي واحد في البيت تاعي يديرها. فوالا باش نبسطوا على راحتك. حنا كل واحد واش ندير انا اي مراه تقدر تستعمله. ايه فوالا نحكم لها حتى رجل انا نحب هكذا والله نحب لي زيبيس. لي بلي كرون شيف سي دي زون. ايوه عندنا الشيف نادي خير دليل. الوغ هاي كيفاش نحطوا هكذا لا طوماط نتاعنا. اوكي فوق واش نحبوا واش يكون عندنا حاجه نظيفه حاجه نقيه بصح تكون نقيه سيغتو بيان سور هكذا فوالا هذه مليحه بخرت. نساعدك شويه معليش نديرو ليسباس لهادي ايوا تفضلي فوالا الوغ هكذا دوكا انا حطيناها هكذا نقولوا فوق الحاجه اللي نجف فوق فوقها هذه دوك نديروا لها الملح تفضلي ونخلوها هي احسن تجفيف فوق القصب صب اه القصب اوكي باسكو علاش القصب تطلق الماء يحبط لتحت هذاك الماء نتاعها وكلش ومن بعد هذيك نستناو يومين ثلاثه سا ديبون الكليما الى كليما هوميد سا برون دي طون الى الكليما سيك سا برون 5 6 جور ميم با هكذا دونك غير بالملح غير بالملح هذا ما كان ونزيدو نغطيوها بيان سور ما كانش هذيك حاجه نقيقيه فوالا ايتو كي نمسو لا طوماط نتاعنا خلاص نشفت ولا يابسه ايتو نحكموها هذيك الساعه نفضوا لهذاك الملح شويه ايتو ما نشمخوها ما والو افيك ان بانسو برك نمسحوها صح اللي هي تولي لنا هاديه لا طوماط مجففه مجففه ترجع على هذا الشكل على هذا الشكل هذايا فوالا فوالا رائحتها فوالا اون فوا كي نجففوها نكملوها اللي هي هادي علاش نديروا نديروا من بعد هاتيك نو نو حطوا هنا هنا برك نحطوها في وين نرحيوها هكذا باغ اكزومبل اي تو فوالا درت ان بيتيز تدقمها برك هكذا من بعد هذيك فوالا باش تترحى لنا لا طوماط معليش فوالا بعد اون فوا كي نرحيوها لهنايا اللي هي نرحيوها نرحيوها المباشر ما حبيتيها ها نو هاي عندنا ها عندنا ديجا عندنا عندنا هاي لك هاي لك مرحية وين راهو؟ ترجع هكذا هاي لك مرحية اوكي عندنا دوك جففنا رحينا نحبوها فونكاسي نحبوها هاد لا طاي نتاع تكون نتاع شغل بودرة شغل غبرة ايه هكذا إيه؟ وعندنا اون اوتخ بودغ بلو رقيقة أكثر رقيقة أكثر كيف تردوها هكذا؟ كيف كيف نزيدو نرحوها أكثر نزيدو نرحيوها صحيح دوزيام فوا ايتو فوالا هاي لك تسمى عندنا في مختلف المراحل ديالها فوالا هاي لك هاي لك يعني ماشي ناشفه هاي لك نشفت حطيناها في الرحيوه هاي لك رحيناها هاي لك اون بودغ هذا الماكسيموم ديالها هذا الماكسيموم ديالها هذه دوك ما تبانش كاع في الطياب هكذا هذه سي لا طوماط هذا وشنو هذا سي البصل اوكي جانب اخر دوكا نجو للبصل نحي الطوماط من هنا فوالا دوكا نهضروا مع البصل دوكا نهضروا مع البصل والبصل نديروا تقريبا نفس الخطوات نفس الخطوات هادشي نديرو غير مع الطوماطيش والبصل ولا حتى نو كلش لانه شوف ربما الناس ديروا بالخل نو الخل ما يجيش نو ما يجيش اوكي انا ندير حاجه صحيه حاجه صحيه علاش تقعد معاك عام عامين ما يصرى لها والو هذه خدمه الجدات نتاع بكري ما كانش فريجيدير ما كانش كونجيلاتور ما كانش نشف وتخبي وتاكل اوكي فوالا دونك من بعد عندنا البصل نفس الحكايه هاوليك حطينا البصل نتاعنا يتجفف هكذا بصل عادي اي بيان فوالا سيرتو كي يكون بصل الخشين هكذا هو المخير هذايا كيدير فراسك مليح البصل كي ينشف يولي كي شغل القشره رقيقه صحيتي قريب ترونسبارون والمده نفسها كيما الطوماطيش ثلاث ايام حتى نفسها نفسها باسكو فيهم نفس الماده نتاع الماء فيهم الماء فوالا هاوليك البصل دوكا حطيناه رشا ملح كيما العاده لا لا بصل ما نديرو له والو خلوه هكذا هكذا ماشي كيما الطوماطيش تسمى البصل ما نديرو له ني ملح ني حتى حاجه أوكي. نغطيوه باش ينشف لنا بروبرومون هذا ما كان ونخليوه اون فوا كي يبس يولي خلاص هذه تولي شويه اون فوا كي يبس هاوليك يبس يرجع لنا هكا هاوليك يبس هاوليك هاو حبيت فقط نعرف كيفاش نقدروا نستعملوه هو هكا مجفف بلاي صوص مثلا دوك نقول لك دوك برك نفوتوا هذه زهره طياب ديريكت دونك هاوليك تجفف او ناشف هنايا اوكي نفس العمليه نرحيو نرحيوه يولي هكا ودوك لا بودغ هاديه ما كاينش وين نحطها دوك نشوف كاش نسلف من عندنا هادي من الله غالب نادير عندك كاش حاجه هكذا نقدروا نديروا فيها البصل مرحي باش نشوفوا برك حاجه هكا فارغه مرحي هكذا كاش واش اسمها هذا في الدار غامكا ايوه ام راحوا يجيبوا الزملاء فوالا
نفس الحكايه هاي لك من بعد كي نرحيوه ها ولا كي دوفيان ها وطانا نديم يعطيك صحة نديم اي بيان خذ لي فوالا الو ها وليك البصل دروكا ها وليك هكذا رحيناه خلاص راهو اون بودغ هذه هي فوالا هذا البصل نتاعنا سي بون رحيناه ها كيفاش يرجع فوالا بودرة خلاص بودرة خلاص دروك هنا راهو جاهز باش نخبيوه فاش نخبيوه نخبيوه في حاجه نقولوا اللي تطول سورتو السجاج السجاج مليح بزاف بور كونسيرفي حافظ حتى زيت الزيتون حتى حاجه خاطر هادو ما كامل ما فيهمش حاجات اللي كيفاش نقولوا الحافظ هذاك ما كانش ما كانش راه ناتوريل 100% دونك نديرهم فوق في السجاج كيما هكذا نغطيوهم بيان صغيطو باسكو هنا في العاصمه كاين بزاف الميديتي وبيان فيرمي بيان تحطهم في ان اندرو سيك ومن بعد هذيك نبداو نطيبوا دوكا ايوا نجول السؤال ديالك دوكا رحنا لها فقط قبل زهره السؤال ديالك هذه المرحله الاولى هذه المرحله الثانيه ومن بعد يرجع لنا هكذا فوالا نخليك مع زهره تطرح عليك سؤال ميرسي هاي هاي داكو هذا البصل السؤال ديالك زهره سؤالي هو راني نشوفك بلي ترحيه رقيق خشين متوسط هل الاستعمال تاعهم يختلف من طبق الى اخر الى مرحله نعم فوالا مثلا هنا نحب هذا الخشين ندير به ان صوص طوماط علي بات الخشين خشين باش تبان وتطلق الحموره عادي تطلق الحموره انا نهضر على واش ندير انا بيان سور ايه تطلق لك البنه الحموره لا كاليتي نتاع لا طوماط تشوفيها هكذا في لاصوص نتاعك طبيعي ما تلقايش طوماط كيفاش نقولوا كحله ولا القشور ولا والو والو تلقايها كي شغل هاد شغل قطعتيها وطيبتي بها داكور هكذا دونك هذا نتاع لي صوص اللي تحبي تبان فيهم لا طوماط شين تقدري ميم ديري بها صوص طوماط ديريكت لا ما تزيدي ان طوماط واحده اخرى وهنايا بيان سور باينه نتاع لا سوب هذه ملحيه بزاف ملحيه بزاف رقيقه باش ما تبانش في لا سوب هكذا وهذه شخشوخه طعام لي بلا هادو كونسيستون تاعنا يعني تكون رقيقه خلاص ماشي لا لا بيناتهم بيناتهم المتوسط فوالا هذه نص نص هكذا هذه هي لا طوماط ونروحوا للبصل نفس السؤال مع البصل تفضلي نفس السؤال مع البصل راه عندك البصل حبي كي ديري مثلا الشربه قلتي شربه فريك ها حاولي حاوليك اللي فيه نقليه نقليه عادي سيدتي شوفي هو كي ديريه ما يتقلاش نورمالمون باسكو ديجا راه قلات والسمش خلاص ما يزيدش وميم ميم ما تقليهش قلي اللحم نتاعك كيف كي تنحي اللحم زيدي البصل تمتم رقي اوكي فوالا باش يغارد سون غو فهمتي باسكو كي تقلي ما الفايده الغذائيه ديالو فوالا كي تلحق ماشي مليح فوالا وعندك هنايا الكونكاسي ما يكونش عندك بصل هذا تستغني عنه طيبي به واش تحبي هاولي فقط يشوفوها امام الكاميرا ولا. شكرا فاروق يعطيك صحه هذايا واش تحبي طيبي طيبي به ما يكونش عندك هذا البصل او عندك هذا هذه هي فوالا البصل مثلا كي نعوضوا الكميه مثلا حابه ندير بصله كبيره شحال من مغرف نحط ديري دو كويير دو كويير سوب انا بوكو بلوس ندير بار بيرسون مثلا سوب دو 5 6 بيرسون ندير فيها دو كويير بيان معمرين تاع الماكله داكو اون كويير دو 3 بيرسون une soupe de 3 personnes une cuillère voilà هكذا الجميل في الامر انه التوابل هكذا بهذه الطريقه تقدر تكون هربه لينا لما تكون الاسعار غاليه تاع الخضره فوالا نقدروا نهربوا لهذه الاشياء بيان سور انت دوك كي تخزنهم في السخانه هذوما كي تجي الشتاء كلش طالع ما تحوش انا ما نحوش على لا طوماط ما نحوش على البصل يا دوت شوز بيان سور كامل يتو توابل يسلكونه فوالا يسلكوك كيما قال لك واش تخبي هذاك اللي سلكك في هذيك هكذا فرحنا بزاف بوجودك معنا تعلمنا والله غير تعلمنا حاجات هكذا نوجدوا رمضان كيما يلزم ان شاء الله بديت توجدي انت التوابل ديالك وي انا عندي التوابل نوجد بوكو 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 شنو هو التابل اللي ما يخطيكش دائما حاضر في الاطباق ديالك اللي ما يخطينيش بزاف اللي نديرو بزاف عندي سيرتو البصل ولا الطوماط البصل هادو هادو سي لا باز نتاع سي لا باز دونك هادو في بيتي دائما موجودين ما تستغناش عليهم ما نستغناش عليهم وحتى يعني حتى التوابل الاخرين يعني موجودين دائما في بيتي كل واحد ولا مسدي فوالا باسكو كاين تاليك ميم دو لا ميم فاسون في بوكو تشوز اكيد سيده ابزو اكولا فرحنا بحضورك معنا تعلمنا معك طريقه تحضير التوابل بطريقه طبيعيه 100% اي سيده ديرهم اي سيده ديرهم في تتقن برك باسكو يكون فيهم شويه وسخ تفسد لها قلنا النقاوه هي الصح النظافه ثم النظافه
هذا واش يعني الحاجه الاساسيه في التوابل. وحنا ما نتقلقوش كي حاجه نطيب نديروها في الدار، كي نحضروها في الدار نكونوا مرتاحين اكثر معاها. بيان سور، باسكو على بالك واش درت، على بالك واش كليت، على بالك واش حضرت بنفسك بيدك ايتو. يعطيك الصحه، شكرا لك، وراح نحتاجوك في الموعد المقبل لانه رمضان واللي زيبيس هو الصح ان شاء الله. يعطيك الصحه السيده ابزو. نروحوا على فاصل. نشكر المشاهدين اللي كانوا معنا في هذه الفقره، ومازال هذه من الاشياء نتكلموا عليها في برنامج صباح الشروق. بقى ربع ساعه ميزان. راح عليكم. شيرين برك صحه. شيرين مرت بازمه بصدمات. ليه بصرا فوت ديالها كل يوم تولي، كل يوم تقول له كان يما كان بعدها وتولي. اما من مره هذه الخطره خلاص ديسيدات. ان شاء الله ان شاء الله تشوف الكلمه تاعها. نظن انها تجاوزت المحنه تاعها ولا حال يدوما. يعني صح، ولكن شيرين انه كنا عايشين معها القصه ديالها لانه كانت شخصيه مشهوره ومعروفه وحتى زوجها، فكنا متضامنين معها اكثر بحكم الصدمه النفسيه اللي كانت عايشت منها. نعم. والنوبه العصبيه والنفسيه. لكن هذه المره نحسوا انها يعني راهي عودت ان شاء الله، رجعت ان شاء الله بقوه. نتمنى انها تبقى هكا. وتحيه لكل امراه راهي تتجاوز كل الصعاب بكل قوه وبكل طبعا. وهذا هو الموضوع اللي تكلمنا عليه اليوم، الصدمات النفسيه. انتم على طريقتكم كيفاش تعاملتوا معها، كيفاش تجاوزتوها. اذا شيرين تجاوزتها بفضل الناس والجمهور ديالها اللي كان واقف معها، تكلمنا منذ قليل انه المحيط قادر هو يساعدك ويكون دافع عليك قبل المحيط، انه نفسك ايضا قادره تكون أكيد. دافع كبير. فلهذا انا حبيت نتناوله مع استاذ احلام ايت موضوع حب النفس، لانه حب النفس ماشي ديما حاجه سلبيه. الحب حب النفس والثقه بالنفس على بالك. نعم إيه. اكيد واحد الانسان كيحب نفسه. نعم طبعا. مشاهدي الكرام، مرحبا بكل اتصالاتكم الهاتفيه فيما يخص الصدمات. هل مريتوا بصدمه في حياتكم؟ كيفاش تجاوزوها؟ كيفاش تجاوزتوها؟ اهدروا لنا، قولوا لنا هكا باش نقدروا علمونا الطريقات ديالكم. خلونا نشوفوا هذه المكالمه. صباح الخير، مرحبا. يا اهلا. الو الو. عايش كويس ولدي. اهلا بك، واش راكي؟ لاباس الحمد لله، واش كنت؟ والله غير خير وعافيه، وانتم لاباس؟ الحمد لله. صباح الخير بنتي زهره. صباح النور والفل والياسمين، اهلا. واش كا زهره لاباس؟ لاباس عايشك وانتي يا؟ والله الحمد لله بنتي، احنا معاكم في المواضيع وفي يعني الشيء اللي ديروه، يعني قناة الشروق ما شاء الله. شكرا شكرا شكرا، يعيشك. للاسف كيف نديروا؟ معانا ومن وين؟ والله صوتها يهبل. واحد النشاط، واحد الحيويه. ام رفيق من قالما، تحيه لام رفيق وكامل الناس قالما، وتحياتنا كبيره لكم. ناس الشرق دائما هكذا عندهم واحد النشاط والحيويه في صوت تاعهم. شكرا. ايه على بالي ناس كيكدا وناس باتنا وناس قالما والناس الكل، ناس الشرق تحياتنا لهم من ما يكونوا يشاهدوا فينا. محظوظين جدا بمشاهدين هكذا واللي يتفاعلوا معنا بهذه الطريقه، محظوظين كذلك بتفاعلكم معنا من خلال المواضيع اللي يقترحوها لكم، مختلف المواضيع. انه اكيد انه الموضوع اللي نقترحوه لكم الا وينال اعجابكم واتصلوا بينا. شفتي؟ نعم. فنرحبوا ايضا بمكالماتكم الهاتفيه طبعا. اذا كاين رسائل عبر الواتساب، لكن معليش نروحوا نشوفوا مكالمه هاتفيه اخرى. الو صباح الخير. الو الو صباح الخير. الو صالح اهلا، صباح الخير، مرحبا. بونجور بونجور. اهلا بك. انا شبه امنه بحكمتكم. ولا احنا فرحانين كثر. شكون معنا ومن وين؟ انا شاشابيل من تيفازا، عمري 18 سنه. اهلا بكم ناستي فازا، الله يبارك ما شاء الله عليك. ما تقوليش عندك صدمه برك. والله 17 سنه مازال. تفضلي. استناي استناي، ما قريتيش اليوم؟ لا لا، انا نقرا في لافاك الوغ، ما نقدرش نشوف لطفي ديما بالسبت والحد وبالاثنين. تما ما نقراش بثلاثه ولا اربعه، نشوفكم انتوما. ما شاء الله، تما محظوظين بك، نهار ما تقريش تشوفينا. أيه. قولي لي صح، احنا موضوعنا اليوم ولو انه زهرة تسألت قالت لك 19 سنة وربما هذا الموضوع يهمك. 18 اه الله يبارك ما شاء الله، وهذا الموضوع يهمك اللي نتكلموا فيه اليوم على الصدمات النفسية. ايه هيا شاركينا رايك تفضلي. كي كان في عمري 11 سنة تعرضت لصدمة بزاف كبيرة. اي نوع من الصدمات؟ يا كدعنا انحرقت. ايه البيت تحرق. كانوا اهلي راح كانوا راح يموتوا، بصح الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا رب. بصح كسرت موراها جات خويا صغير. خديتي الشوك من هذيك الحديثه. اي موراها جات خويا صغير، كنت انا صغيره، كي جات خويا صغير عوضني على هذاك لو شوك اللي تعرضت له. كنت دائما نلعب معاه، كان الثاني. نعم. بصح دوكا خويا صغير كي نزاد هو اللي ساعدك في هذا الشيء. اي كسرت الثاني بزاف صوالح.
ايه جميل. الوغ وليت كيكبر دوكا شويه مازال دوكا عاوتاني وليت لهذاك لو شوك كنشوف في النار ولا كيشوف عفاك كي معاك مازال ينعس يجيك شفتي يعني سبحان الله. نقدر نقولوا انك ما تجاوزتيش الصدمه تعايشتي معاها فقط. اي تعايشت معاها كنت كنت نسيتها كامل حتى وليت عاود وليت نفكرها. تسمع اي حاجه ربما شعله صغيره قدامك تذكرك بهذيك الحادثه. اي ودائما دائما مازال عايشه بهذاك الخوف تاع نخسر نعم. شوفي نعم. انا الان اللي لاحظته منك انك انسانه متقفه ما شاء الله عليك جامعيه نعم. فاليوم ما فيها والو انك تزوري مختص نفساني حتى يساعدك في هذا الشيء وبدي لتي بازا معروفه بمختصين النفسانيين اللي فيها. اي دوكا في 2022 كنت نروح مختص نفساني بصح ساعدني شويه بصح انا كنت بزاف قويه باش نتجاوزها. نعم يعني اليوم من خلال الحلقه تاعنا اليوم اسكو اقتنعتي ولا جاتك فكره انك تزور مختص نفساني حفزناك شويه؟ اي حفزتوني باش نعاود معاه. ان شاء الله يا ان شاء الله يا رب. طمنيني الواحد ما تصاب بضرر في تلك الحادثه في الاهل ديالك والاقارب؟ تصاب امي تصابت اكثر من بابا. ايه بصح دوكا الحمد لله. الحمد لله يا رب ادي الشجاعه والقوه منها. الحمد لله. ربي يحفظها ان شاء الله. شكرا لك. حبيت نقول لكم باللي نحبكم بزاف. حبيبتي ربي يخليك. شكرا بزاف كاع واش تقدموا لنا. ربي يخليك. ودائما نثقف بزاف من عندكم. ربي يخليك هذا واجبنا. كنت نعرفهم وليت نعرفهم ووليت نديرهم في حياتي اليوميه. واش مدايره تخصص في الجامعه؟ ايه. مديره هي بيولوجي. بيولوجي بيولوجي نعم بصح راني عاود في الباك. انت تعاود في الباك واش حبيتي دير؟ طيب حبيت ندير ميدسين. ما شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك. ميدسين ميدسين ربي يوفقك وتولي من المختصين اللي يجوا معنا ان شاء الله ان شاء الله. ولكن زورينا هاي لك دعوه لك حتى تزورينا في البرنامج ان شاء الله. نحن فرحانين بزاف بحضورك معنا. شكرا لك يعطيك الصحه. يومك طيب. تحياتنا للاهل ان شاء الله يكون غير الخير يا رب. فوالا هاي ليك طفله صغيره وعلمتنا الشجاعه والقوه ديالها. حادثه صارت لها في الصغر ديالها في عمر 11 سنه اليوم بعد 8 سنوات راهي مازال تعاني من صدمه ولكن تقبلتها وتعايشت معها. نعم ما شاء الله عليها. فنوجه تحيه لكامل الناس يتقاسموا معنا اليوم اوجاعهم وتقاسموا معنا اليوم كل ما اصابهم من سيء يمكن في الحياه. نقول لكم شكرا جزيلا. اكيد كل يوم ثلاثاء راح نختاروا موضوع يكون نفسي اللي نتناولوه هكا ونفتحوا قلوبنا لبعضنا. اليوم عطينا لكم افونغو مذاق صغير على الاسبوع الجاي واش حيكون مع احلام اي تحدى هو حب النفس والثقه بالنفس. نعم حب النفس كخوا با عنده ثقه بالنفس ولا عنده ما عندوش علاقه به ممكن هاي خلاص نهار ثلاثه نعرفه. نعرفه انا نقول عنده علاقه. انا نقول ما عندوش. هاي خلاص ونشوفوا النتيجه الاسبوع الجاي. اذا فيما اتصال اخر نستقبلوه واذا مازال ما كانش نروحوا عند نديم. تفضل. هاي نروحوا عند نديم. نعم تفضلي زهره راني جاي. ميرسي. لانه شوفاني يجوز بالجو نجيب الجو. جينا عند نديم. راني نكملوا فيها شوفان 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 شوفان. هاكي كاست الجو تاعك يعطيك الصحة. لا لا من هذا نزيد نجيب كاس نديم بيك اللحنة. جميل مع الدوس. نعم. كاين يديروا البيتزا فوق البيتزا المعدنوس وكاين يديروا الزعتر. هاني درت كل درهم وكل نديم حط عليها الزعتر يزيد من الكهنه. طليت فيك في كاجو الله تهدي قال لك هيا خلاص. تفضلي زهره. اللمسات الاخيره هكذا ما شاف نديم. لا احنا البيتزا دائما نديروها اللمسات تاعها مع الاخير. شوف 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 انا ندير مسحوله بك تقول شويه عطيني نديرها زويته. هي ماما بالفانسو وتصحى شويه. معليش احنا جينا على خدعة على بالك. جيناك وراك. جينا صدمنا ديريكت. مرحبا بكم. الله يخليك. وشنو هذيك الرند؟ رند. نشبعوا بها شويه. هيا نبدا نديم. نعم. لهنا الاطباق تاعنا قدمناهم لهنا بالشوفان. درنا؟ درنا لهنا حساء فولوتي تاع الشوفان بالدجاج. درنا لهنا بيتزا لاباط تاعها اللي درناها لاصوص تاعها عادي ودرنا لاباط تاعها بالشوفان. واللي نديروا لافارين درنا لافارين تاع الشوفان. وهنا درنا اي كيك لهنايا بالشوفان والذوق تاعو ذوق شوكولا والموز. يبان بنين. يا كيك. علاش؟ نعطيك موس. اعطيني موس. موس. اسنى. كمل كمل. اي غاب هذيك ما تهزهاش. تجي غاب بالخضرة. اسنى. ورا يو خو رحت ليها. هذا موس. وريها لهم باش يفهموا. وريها لهم باش يفهموا. الحاج بدا هادي مزيان سلكتني زهره سيرو الجزائر قاعد تحكي عليا
هذاك يكفي اللي جبت هذا هيا راه هاك نادي نقسم انا لا قسم انت استنى نبدا منين استنى 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 خفت ندير ديكا يا ناس استنى ها جينيرو هذا مرسوليه ماشي جينيرو ني نورمال يفهم دابا ها اقسمي روحك جميل لا شوف الله نعم ما ميتفاعل يجي مويل لذاك ما احنا نقولوا يجي شكون احنا نقولوا له هكا ما نقولوا له مويل انا نقول هكا نعم يجي خفيف ما يجي شغل الداخل احنا كما نقولوا في هذاك التعلاك هذيك تاع تاع شناف احنا شوفان يمد لنا ديك شغل التعلاك هذاك مع الموز والتمر يمد بالنافع ذوق حنقول لكم انا حنقول نخبي عليكم للامانه اللي تصبح مزابي اقتموا فيه مازالوا دامين انت سي فاكس على هكا تسرقنا في الدقائق على سي فاكس تسرقنا في الدقائق مازالوا زوج نعم معليش يعطيك الساعه نديم ربي يخليك درنا لاسوب ثاني ستي ما درتيش عليها نعم قلنا لاسوب تاعنا درنا حاسه تاع ذولوتي تاع الشوفان بالدجاج ودرنا فيه غير الجزر بوك والبصل هذا ما كان كميه تاع زيت الزيتون ملح فلفل كحل وشويه تاع المعدنوس والبيتزا نعم يعطيك الصحه والبيتزا اللي درتيها لنا اليوم بالشوفان يعطيك الصحه نديم الله يسلمك زهرة ما شاء الله عليك ديما والريحه الريحه الريحه ربي يخليك ميرسي صحاب الحديده فرحانين دوكا قال لك باسكو علاه حنا شوفا ناكلوا غير بتي داج هكذا مخلط مع قشطه ولا حليب ولا كاع دوكا لقينا لي بلا نعم انا باش نقول لهم اللي شوفا نقدروا نقدموا به بزاف دي بلا وكنت انا قدمت به دي بلا ولينا نزلنا قدمنا كي قدمت لا دنيا فما كنتش مهتم بالحديد والعضلات دوكا راني مهتم اه وي اه وي هذا هو اللي حب يسمع اكزاكتو كنت مولي بوش عطاني يعطيك الصحه نادم ربي يخليك شكرا لك الله يعطيك الصحه صالح العفو اتشرف ان شاء الله طيبتك صح انا مجايه شكرا لك هاي نقول صح للمشاهدين ديالنا على الكرم تاعهم لمشاهدتهم لينا في هذا العدد نلتقي غدا كالعاده ان شاء الله